تعادل سلبي بدون اهداف هو ملخص مباراه الاهلي والهلال السوداني. كابتن شريف، نتيجه منطقيه. نتيجه منطقيه لاحداث المباراه كلها. انت كان عندك فرص كتير جدا في الشوط الثاني على الاطراف، خاصه علي معلول كان عنده اكثر من كره، كان ممكن تترجم لثلاث نقاط النهارده. بس ما كانش في سعي بجديه يا كابتن ان حد من الفرقتين هو يعني هو مش سعي بجديه. علاء قال لك الفرقه فيها حاجه متعطله، يعني مش السرعات بتاعتهم، مش سرعه التفكير. ظهر في رطوبه جامد عليهم مثلا، هناك في حر جامد. لعيب مش ده اللعيب العادي اللي لو بيلعب في مصر او بيلعب في اي حاجه. لا، بتكلم على درجه حراره 33. لا انا بكلمك على الوان تو، على الانطلاقات، على واحد زي ديانج بياخد الكره ويقطع بيها كل ده. قفشه لسه نازل، يعني هو بيروح وقفشه مش قادر يواكب نفس السرعه، خدت بالك، عشان يقدر يلعبها له على الطرف ويقدر يروح يجيب بيها جول. اللعيبه مش فريش الحقيقه، اللعيبه حاسس كده ان هم متكلبشين. ساعات بيجي علينا يوم كده نحس ان نازلين في رمل في رجلينا. ايوه. ف الحاله اللي هي موجوده دي في وسط الملعب النهارده، عدم التحركات السريعه اللي هي يملكها جميع اللاعبين. على فترات، على فترات تلاقي الاطراف بتتحرك، انما الحاله اللي هو فيها ياسر ابراهيم الوحيد اللي بياخد تكوف، بيطلع كوره، وده اللي ادى فرص لفرقه الهلال. يعني ده اللي خلى فرقه الهلال عندك في الناحيه الثانيه. هو الطبيعي انك انت بكام باص سليم يا ايمن في نص الملعب سهل جدا انك تروح على الناحيه الثانيه عندي، بس برضه بكام تحرك خطوره على مرمى علي لطفي. يعني انا نفسي اشوف سويتش بين شريف وطاهر، سويتش بين عبد القادر وطاهر، حاجات اللي هي تسمح لاي لعيب جاي من نص الملعب يدي رؤيه، يدي لك ان بتوين باص يوديك على الجول، سهله الحكايه. بس التفكير النهارده متعطل شويه، التحركات متعطله، الدوافع اللي احنا كنا بنتكلم عنها وما اعرفش على قد النتيجه اللي هي حصلت النهارده دي. النتيجه اللي حصلت النهارده انت مقتنع بكل الاجواء اللي فيها، يمكن الاحداث اللي حصلت كمان مأثر عليهم قبل الماتش. هو انا سالت حضرتك قبل المباراه، قلت لك لما تحس انت احساسك كمدرب ان الشوط الثاني او المباراه رايحه للتعادل. فانت بالنسبه لك التعادل نتيجه مقبوله في الظروف دي؟ في اول مباراه طبعا نتيجه مقبوله، يعني لما كنت يعني دايما عشان كده بقول لك ما كانش في سعي انا عندي بجديه انك انت تاخد حتى الثلاثه. انا عندي هيستوري اصلي في البطولات اللي قبل كده اللي انا واخدها، ان انا دايما ببقى في المجموعات متاخر، ببقى الثاني. مظبوط، تطلع ثاني. فانا النهارده كنت بقول لك لا، انت بتسالني في الهاف تايم، قلت لك لا انا عايز اكسب، عايز اكسب ليه؟ اضافه ثلاث نقاط انا خدتها، وهيجي لك فريق عندك وعندك فرقه ثانيه سان داونز، سان داونز كسبانه ثلاث نقاط وعندهم المريخ في مصر هنا، ما نعرفش النتيجه ممكن تبقى ايه. انا عايز اواكب شكل المجموعه يبقى شكله عامل ازاي. فكان عندك فرصه كبيره قوي النهارده انك تكسب، ولا انا ما اعرفش يعني الاداء مش مواديك للمكسب، انما كان عندك بعض التركيز شويه في خمس دقائق ست دقائق تقدر تخلص ماتش زي ده. وده من احساسنا واحنا بنتفرج، عايزين حد يخطف جول، الفرقه اللي قدامك مساعداك على كده. ف مش هقول اكتر من الحمد لله ان اللعيبه على الاقل احنا ما عندناش دكه كمان كافيه. انك انت يتعور منك حد او يحصل اي اخفاقات راجع على ماتش في الدوري، وهتلعب ماتش في افريقيا برضو، عندك مسابقات تانية، وعندك اللعيبه حتى اللي موجوده عندك مش في كل المراكز عندك بديل. انت عندك مستشفى بره. حتى حسام حسن النهارده نازل يعني ريكفرنج، لسه بيخش في الملعب، لسه انت الكره اللي هي خبطت في العارضه بتاعت قفشه ورجع، انت كنت بتقول يا ريت حد واقف واخد باله بس يقدر يعمل عليها فولو. يعني فظروف الماتش ده باجواءه بالحاله اللي هي فيه كويس النتيجه، وتتعوض بقى ان شاء الله في المباراه اللي باذن الله رب العالمين. اسال ولا بلاش؟ ده انت ده عايز يمشي اصلا. نتيجه مقبوله للعرض اللي قدم؟ ما فيش عرض اساسا. انا عشان كده بقول اسال ولا بلاش يعني، عشان تعالى نتكلم في اي حاجه غير الفنيات في المباراه نفسها. مش هتكلم على الفنيات. ليه؟ هقول لك حاجه. نتيجه بيومك النهارده من اللي كان الاحتفالات واللي حصل قبل كده مع الهلال السعودي والنشوه اللي الفرحه انت عشتها، وممكن نقول نقول بقى يعني شويه اسباب كده، ممكن اجواء الرطوبه، مش عارف الاحداث اللي قبل المباراه، وحاله لعيبتك النهارده اللي ما فيش حد في مستواه الطبيعي.
بيحصل على فكره في كره القدم، مش حاجه مش حاجه مش انت كنت متوقعها قبل الماتش؟ اه توقعتها قبل الماتش، واللي خلاني يا ايمن اتاكدت منها قوي البدايه بتاعت المباراه نفسها. بدايه المباراه بالظبط تلت ساعه انت مش موجود في المباراه، حتى لما بتخش المباراه بتخش حاجات كده مش انت. فمباراه زي دي النهارده حتى مع التغييرات انت بتتمنى حاجه، يعني هتتمنى حاجتين، ما تحصلش مفاجاه وتخسر، او تحصل اصابه للاعيب او اتنين. مظبوط. كان بيتكلم فيها كابتن شريف الوقت ده مكسب، ده مكسب في حد خد، يعني خد المكاسب. هو دايما اي حاجه اي يوم وحش بالزبط. خد احسن حاجه فيها. احسن حاجه النهارده ما خسرتش المباراه من فريق متواضع امكانيات، مع الاحترام الكامل للهلال انا بتكلم كوره. وما فيش اصابات النهارده تعطلك الحمد لله، بل بالعكس يعني اطمنت على بعض اللعيبه زي حسام حسن نزل الملعب النهارده، مش حاجه مش وحشه، لكن اطمنت عليه ان هو شوف يعني يعني بتديله بعد 8 9 دقايق اطمنت ان هو بقى سليم. ما خسرتش المباراه، ما فيش اصابات، عديت يوم اسمه في كره القدم كده يوم وحش بالنسبه لك. على فكره كل اللعيبه في العالم بيحصل لهم اليوم ده، او فرق العالم بتحصل لها اليوم ده. بس لما بيحصل لك اليوم ده تقول تيجي على كده بس الحمد لله. ان تقول الحمد لله، ان كان ممكن النهارده اللي بيحصل كل النهارده تتخطف كوره كده ملهاش اي لازمه، يبقى ثلاث نقاط راحوا منك. مظبوط. اللي كان بيتكلم فيها كابتن شريف الوقت. فاليوم الوحش ده في كره القدم انا اخد منه الحاجات الكويسه، والحاجات السيئه خلاص انتهت. لان بص يا عين، استحاله تلاقي لعيبه النادي الاهلي بالحاله بتاعه النهارده. مش ممكن، مش ممكن. العائل صحيح، وخصوصا مجموعه كبيره يعني. كلهم خارج طاقه الخدمه. المجموعه اللي بدات النهارده هي مجموعه الهلال السعودي، مفيش فيها تغيير. التغيير بس الاجواء اللي قبل مباراه الاهلي السعودي والاجواء اللي قبل النهارده بالزبط. والدوافع اللي كانت هناك والدوافع اللي هنا، والفريق اللي هناك والفريق اللي هنا، كل الحاجات دي ادت ان الشكل العام يطلع كده بالمنظر ده. لكن ما خسرتش، ما خسرتش المباراه. ده انا يعني بتفرج على المباراه الان اي كره طايشه ممكن 1-0 ويبقى يعني عارف اسمها ايه، زي بيقولوا كده موت وخراب ديار زي ما بيقول، يبقى اداء وحش ولعبتك مش موجوده في الخدمه وتخسر المباراه. لكن خلاص المباراه انتهت بوحشها كله، خلص خلاص، خلص على كده. ونستعد للقادم ان شاء الله. تعادل احنا قلنا، حتى سالتنا كلنا كده قلنا تعادل، اجمعنا كلنا يمكن كانت شيء، بس لك انا عايز اكسب عشان احنا متعودين على المكسب. لكن اجمعنا يمكن انا واسامه وبلال قلنا لو النهارده التعادل مش سيء بالنسبه للاهلي. يعني النقطه في اول مباراه ليك وبره ملعبك وظروف دي بالنسبه للنادي الاهلي لا مقبول، يعني هو طبعا مش احنا، لكن في حاجات انت تقبلها وتقبلها قوي النهارده بعد ادائك ده مقبوله قوي النهارده. يعني انت ادائك النهارده مفيش حد في مستواه الطبيعي، مش اللي هو عالي. يعني احنا بنتكلم النهارده الوحيد اللي في المباراه كويس ديانج، ومش في احسن حالاته، بس ديانج هو الوحيد اللي ظهر في المباراه، لكن غير كده لعيبتك كلها مش موجوده. فانا متاكد ان نفس شعور اللعيبه، نفس شعور الجهاز. ياسر ابراهيم قدم مباراه جيده برضه، معقول، لكن انا بتكلم على اللي كان واضح شويه وبيحاول هو ديانج، لكن الباقي لا في مستواهم اللي مش حلو. لكن موضوع يعدي اكيد. موسيماني طبعا مش عاجبه الاداء، مش عاجبه الشكل، لكن في الاخر هيقول لك نتيجه بالنسبه له مقبوله. مظبوط. اللعيبه طالعه، يعني انا متخيل في لعيبه النهارده عايز الحكم يصفر ان هو مش يومهم، تيجي عليك وقت كده ان انت بتلعب بتحرق الوقت، انت عايز الوقت يعدي بسرعه، يعني او تحس ان الماتش يعني عبء تقيل عليك يعني. والله ايما في وقت بتيجي. هل ده يا كابتن بسبب اجهاد مثلا؟ انا قلت لك الظروف كلها، الظروف اللي فاتت كلها اجهاد، مع فرحه المركز الثالث، مع برضه شويه احتفالات، مع خلاص ادت لكده. فعشان كده بقول لك صفحه وتروح قلبها وانتهت وخلص على كده، زي ما قلت تاخد الحاجه الكويسه منها وما اعتقدش هتتكرر تاني. ففي الاخر بقول نقطه احسن من لا شيء في بدايتك في دوري المجموعات. كابتن اسامه، هل في مثلا عوامل خارجيه اثرت على اداء النادي الاهلي النهارده؟ يعني مثلا هل زي ما كابتن بلال مثلا قال في البدايه الملعب مثلا مش بحاله جيده، ظروف الجو، ولو ان درجه حراره 33 يعني طبيعيه بالنسبه لنا، حتى احنا بنلعب في اجواء الصيفيه اكتر من كده. لا الملعب شكله كويس، واحنا كلنا لعبنا في السودان قبل كده كتير، والملاعب ما كانتش بالمستوى ده. يعني انا شايف ملعب جيد يعني معقول. كويس يعني. ما اعتقدش درجه الحراره برضو هي اللي مأثره لكن واضح ان في تعب، في اجهاد باينه جدا. أي. جدا. أي. اصل التعب البدني ده بتحسه فيها ايمن، تعالى سرعه الانطلاق للعيبه، سرعه الجري مش ما تحسش.
خيبه الكرات المشتركه مظبوط مش موجوده يعني فيها حده كده بتحس انك انت فايق تعالى مثلا للكميات الجري حتى طوال المباراه يعني عارف انت تحس ان الخطوات ما فيهاش انت المباريات يا ايمن انت بتعمل ايه من سرعه خفيفه لمتوسطه لسبرنت مظبوط في تدرج انت تحس ان 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 الريتم كله ايه 50% واحد. يعني على القد يعني فده واضح ان في تعب والتعب البدني بيأثر ذهنيا انت لما تكون مجهد بدنيا وذهنيا الاثنين بيأثروا على بعض سواء لو اتكلمنا في النقطه دي يا كابتن اسامه هنقول ان يبقى الفتره اللي جايه هيبقى التعب زياده انت تلعب 18 هتلعب دوري 22 عندك ماتش 25 وبعدين عندك ماتش 29 او 28 وبعدين عندك ماتش يوم يعني عشان كده ان شاء الله اداره المرحله الجايه من مستر موسيماني والجهاز المعاون ليه هتبقى مهمه جدا لان في وقت لازم بعض اللعيبه تريح يعني انت تعالى لمحمد عبد المنعم مثلا لحمدي فتحي لعمر السوليه النهارده مش في حالتهم خالص يعني تحس انه عارف اللي هو مش قادرين طبعا لعبوا كم ماتش 7 ماتشات في افريقيا قول كل واحد فيهم لعب له على الاقل خمسه منهم فيهم 4 ماتشات 120 دقيقه ثم انتقال بسفر للامارات ولعبوا الماتش اللي هو بتاع خدنا فيه البرونزيه ثم يومين ثلاثه ولعب ماتش النهارده فواضح ان في تعب اكيد الماتشات الجايه هتبقى مضغوطه كده لابد ان هيبقى اللي هي بقى عمليه الاحلال دي وانك ازاي تريح ده امتى وازاي تلعب اللي هو حد تاني عشان ده الاستشفاء بتاعه يجي ما يبقاش تعبان متكرر هيبقى مرهق فدي واحده وبقيت حتى علي معلول النهارده شكلا بيحاول بيطلع للجنب الشمال وكده بس برضو تحس حركته تقيله حتى من علي معلول مش من الناس اللي بتضيع الكره بسهوله اكتر من كره على ال 18 يطلعها تطلع ل 4 متر لواحد من لعيبه السودان مين تاني حتى ديانج يعني على الاقل ديانج افضلهم شويه بس برده مش في حالته خالص طاهر كان بعيد خالص على عبد القادر بعيد خالص محمد هاني واقف في الحته المتمركز دفاعيا مفيش اي هجوم تقريبا طوال مفيش تقريبا ياسر بيقاوح شويه يعني ياسر ايه احيانا بيغلط في بعض الالعاب لكن شال كورتين ثلاثه وتحس برده يعني في عافيه شويه وعلي لطفي شال كوره في الدقيقه 67 اللي هي كانت عكسيه الهجمه المرتده دي طلع 10 على 10 دي انفراد لو هو مش في المكان ده يعني الشاشه قبل ما كانت تجيب علي احنا قلنا يعني هو انفراد لقينا علي واخدها فانت بتتكلم على علي مثلا انا بديله عشان الكره دي تحديدا ياسر الى حد ما شويه ديانج الباقي كله تحس فيه فالنتيجه حتى واحنا حالتنا كويسه ساعات لما نتعادل بره ملعبنا في دوري مجموعات انت بتجمع نقط النتيجه ما مش معترضين عليها عادي انك تطلع متعادل بس واضح ان في تعب بدني وذهني مؤثر على اداء اللعيبه حتى الحاجات اللي بنتحول فيها سريع كان بيبقى 2 أو 3 مدافعين من السودان وانت رايح 4 5 مش قادرين يعني تحس فيه تعب وكمان لما اتعمل التغييرات احنا قلنا قفشه وينزل وحسين الشحات وبتاع ما اضافتش كتير قوي يعني باستثناء كره قفشه طبعا اللي جت في القائم فهو يوم عدى زي ما علاء قال وشريف انه خلاص احنا مش في الحاله الحلوه بتاعتنا بس عملنا نتيجه تعتبر معقوله جدا في بدايه المشوار ثانيا انت بتجمع نقاط في المجموعه انت عايز تطلع طبعا نمره واحد اول مفيش شك في كده لكن حتى لو في اسوء الفروض بتطلع تاني انت المهم بتعدي المرحله اللي هي بتاعت فانت كده النهارده الهلال السوداني خسران 5 نقط دلوقتي خسران الماتش الاولاني بره ملعبه مصاب 3-2 مظبوط لكن انت واخد انت عكس بقى انت واخد في اول ماتش ليك بونت بره والماتش الجاي على ملعبك فانت من الطبيعي بعد التعادل ده فرصك بقت انت وصن داونز هتبقى كبيره جدا للوصول للدور الجاي فالنقطه معقوله في ظل هذا الاداء اللي ايه القليل النهارده وخصوصا كمان يا كابتن اسامه علشان الكل يعرف ان مباراتي المريخ السوداني على ملعبك في مصر برضه
ما شاء الله يعني. فخلاص يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني النادي الاهلي يتاهل ان شاء الله. وبالنسبه لفرقه الهلال كمان الشوط الثاني هم نفسهم وقعوا يعني هم حتى اقل من الشوط الثاني. احنا قلنا كده في البدايه وقلنا ان هم بيبداوا الشوط الاول بحماس زايد عن حد شويه وبعدين بيهدى الريتم الشوط الثاني. مظبوط يعني حتى ما بتحس الشوط الثاني ما لهمش حاجه خالص يعني اكتفاء يا كره يطلعها علي لطفي من على 18 دي وكورنرين ولا حاجه كورنر يعني فيها اشتراك مش ما فيش خطوره وقال له حتى في نص الملعب اللي كانوا مسيطرين على الشوط الاولاني. فالنتيجه يعني بصراحه في مجمل الماتش هي نتيجه عادله يعني ما فيش حاجه هنا ولا هنا. مظبوط كابتن بلال يمكن اتكلمنا على الحلول الهجوميه في الشوط الاولاني وقلنا الشوط الثاني ايه اللي المفروض يحصل، ولكن كابتن اسامه اتكلم عن انطلاقات ديانج. انا مثلا يعني ان شاء الله لما نجيب بعض اللقطات انا كلاعب كوره وانا معايا الكوره ومكمل لحد ال 18 او لحد نص الملعب الفريق الثاني، انا كمان محتاج من الناس اللي قدام ان هي تسهل لي الماموريه. يعني احنا في كذا موقف شفنا ديانج بتقطع منه كوره او خلاص مش لاقي حل من الحلول، ولكن احنا كمان شفنا يعني بصراحه تحركات غير جيده من الخط الامام. بص يا كابتن شوف انت في الماتشات اللي زي دي طبيعه الحاله لازم يكون عندك بلان بتشتغل بيه. كويس. البلان اللي تشتغل بيها في الماتشات اللي زي دي يبقى لو انت وضعك بالشكل ده يعني انت عندك اجهادات، عندك تعب، عندك مشاكل بدنيه، يبقى انت بتلعب على هجمه مرتده سريعه. تمام؟ يعني كوره من الكرات بتبقى حل من الحلول يعني. اللي بيحصل او اللي كان بيحصل في الماتش انك انك عايز تشتغل بال 30 40 متر اللي بيشتغل بيهم ديانج، يقطع ويروح 30 40 يارد. مطلوب من الاثنين المهاجمين ان هم يتحركوا بشكل او الثلاثه اللي قدام يتحركوا بشكل جيد. يبقى في يعني الشفتات اللي بتحصل او السويتش اللي بيحصل من ما حصلش الكلام ده، لان الدور الاساسي بتاع ديانج مش هو ده. هو بيعمل دور استثنائي بالنسبه لي اللي هو انك تقطع وتشتغل بكره انت يعني لوحدك 30 40 متر، فمحتاج ان راسين الحربه يكون او راسات الحربه تكون محضره. مزبوط. تمام. الكلام ده ما حصلش النهارده لان راسات النهارده الخط الامامي يعني بدون يعني بدون مجاملات اداؤه كان بره النهارده خالص. يعني اداؤه كان سيء جدا جدا. الثلاثي الامامي حتى تم تغييره، الثلاثه اللي قدام اتغيروا يعني عبد القادر اتغير وطاهر اتغير وشريف اتغير، الثلاثه اللي قدام الاداء بتاعهم ما كانش افضل شيء النهارده مع النادي الاهلي، لا من بدايه المباراه ولا حتى نهايه المباراه، حتى مع المجهود والتعب يعني ما حسيناش برضو ان في ان عندهم الرغبه لتسجيل الاهداف. التحركات النهارده ما عجبتنيش الحقيقه. النهارده لو جيت تبص على الثلاثي الامامي ما فيش مره حصل تغيير في الاماكن. مظبوط. ما بين عبد القادر وطاهر وشريف كل واحد ثابت في مكانه، ده معناه ان في حاله من الاجهاد شديده موجوده عند اللعيبه دي. تمام. او ان هو الدور اللي بيقوموا بيه كلعيبه بقى دور بتاع اللعيب نفسه مش الدور الموكل ليك او الدور اللي بيديك في المدير الفني، انت ما قدرتش تقوم بيه بالشكل المطلوب، لان وضع طبيعي وانت بتشتغل بالشكل ده 3 4 3 انه يبقى في سويتشات، في تغييرات في الاماكن. هتخلق ازاي مساحه؟ هتخلق ازاي مساحه لنفسك؟ هتخلق ازاي فرصه لنفسك الا اذا اتحركت؟ تمام. شريف راح مره على الطرف، عبد القادر ضم لجوه، يعني ما شفناش حتى عبد القادر الماتش اللي فات بتاع الهلال كان بيدخل لجوه كتير جدا جدا، وكان طاهر بيطلع لبره وشريف بينزل لتحت، كان في تحركات عشان تقدر تخلق لنفسك مساحه. النهارده التحركات دي ما كانتش موجوده. انت بتكلمني في كوره لديانج، انا بكلمك طول الماتش بقى. انت بتتكلم على كوره المفروض ديانج اخترق بيها، فكان الطبيعي ان شريف يفتح ومعاه الناحيه الثانيه مجدي قفشه يفتح الناحيه الثانيه عشان خاطر يديله يعني يديله كده اي فرصه بالنسبه له ان يشتغل معاهم يحط هو الجول. لا انا بكلمك في طول الماتش، طول الماتش التحركات كانت سيئه جدا من الثلاثي الامامي. مباراه النهارده التعادل دي من وجهه نظري هقول زي ما كابتن اسامه قال، يعني تعادل مستحق. انت بتلعب فرقه جيده بس بدون انياب. يعني صحيح. فرقه الهلال فرقه جيده جدا، بتعمل شو حلو، بتمتلك الكره بشكل كويس، بيلعبوا على اطراف لكنها بدون انياب حقيقيه. بس هي ماتش سان داونز في سان داونز كانت اخطر وكانت افضل من النهارده. عارف ليه؟ لان هو بيلعب على هجمه مرتده سريعه برضه. هو عنده الثلاثه اللي قدام على فكره عندهم سرعات وعندهم قوه، يعني راس الحربه بالنسبه له قوي. تمام. محطه كويس، رقم 9 لعيب سريع 36 لعيب هايل بيمسك كره تحت رجله برضه ولعيب سريع. فلما تدي له مساحه النادي الاهلي النهارده الميزه وهم واحنا تعبانين ما ادتش مساحه في الحته في الخط الخلفي. انت النهارده بص النادي الاهلي بيدافع منين؟ بيدافع من 18 تقريبا قدام ال 18 بخمسه سته يارده.
عشان ما يبقاش في فجوه، عشان ما يبقاش في صراع ما بين اللعيب، ما بين دفاعك وما بين الهجوم بالظبط. تدروش فرصه انه يروح. الكره الوحيده اللي اتلعبت في هجمه مرتده سريعه طلع عليها على لطفي واشاد بيها كابتن، واشاد بيها كابتن اسامه. دي الكره الوحيده اللي اتلعبت كهجمه مرتده سريعه منظمه من الهلال. مظبوط. هم قدام في برضه عشوائيه شويه في الاداء، انهاء الهجمه، انهاء الهجمه. مزبوط. يعني كان في 3 على 2 موقف الحسين الشحات رجع وعمل فاول، دي تقريبا كطبيعه دي ممكن لو اتلعبت بشكل كويس جول. هو ممكن ما يكونش صدق نفسه ان هو وصل للحته دي بالشكل ده، لان انت طول الماتش انت بتدافع من زون، بتدافع من قدام ال 18، ما بتديش مساحه لفرقه الهلال. ودي الحاجه الوحيده النهارده او الحاجه الجيده اللي اجت فيها لعيبه النادي الاهلي النهارده، انك ما اديتش مساحه للعيبه دي عشان فرق السرعات. هم في فروق سرعات عند لعيبه الهلال النهارده، بس انت قدرت يعني تشتغل في الحته دي كويس، لانك انت كنت بتدافع دفاع منطقه، ما هاجمتش وابتديت تدافع من نص ملعبك او ابتديت تضغط عليهم، فبالتالي سبت مساحه لعيبه الهلال. الاداء الهجومي بتاع النادي الاهلي النهارده مش جيد، حتى طرفين الملعب بتوعك علي معلول ومحمد هاني، انت بتلعب 3 4 3 يعني في الحاله الهجوميه بتتقدم، بيبقى عندك اثنين الباكين بتحول له اثنين وينجين، تمام. فالمفترض يبقى في كروسات كتير، عرضيات كتير، ما شفناش النهارده برضو عرضيات كتير من علي معلول ومحمد هاني. فمش عايزين اللوم ممكن يبقى على الثلاثي الامامي، ولكن المسانده برضو من نص الملعب ومن صح. الاطراف ما كانتش موجوده النهارده. مظبوط. ولكن في حاجه برضو كنت عايز اسالك فيها، يعني اتفضل. احنا لما بنتكلم على الخط الامامي، شفنا الخط الامامي الشوط الاول يعني ما كانش فيه وجود. الشوط الثاني لما يبقى فيه تغييرات بقى المفروض الشكل هيتغير كمان في النواحي الهجوميه، كويس. انتوا او كباتننا كلهم يمكن اثاروا حاجه، ولكن مش ممكن تكون هي دي السبب لوحدها. حته الاجهاد ممكن تكون مأثره مثلا على بعض اللاعبين، ولكن لما تلاقي اغلبيه او 8 9 لعيبه بعيد عن الفورمه مش ممكن يكون كل ده اجهاد. بص انا معاك في دي يا كابتن، يعني ممكن اللي مجهد ممكن يكون مين؟ ممكن عبد المنعم يكون مجهد مثلا، حمدي فتحي، عمرو سليه، هم دول الثلاثه اللي ممكن ايه بالزبط. يعني يلتمس لهم الاعذار لوجودهم في المنتخب بالزبط. يعني ان هم لعبوا تقريبا معظم ماتشات المنتخب بالزبط. يعني انما باقي اللعيبه يعني اعتقد حاله الاجهاد صعبه، خاصه انت المباراه الاولى، المباراه سوري اخر مباراه ليك مع الهلال كانت يوم السبت اللي فات، كانت يمكن حوالي يمكن 6 او 7 ايام. بص انت المباراه بتاعت افريقيا ممكن يكون حاله الجو بتاثر على اللعيبه شويه، نزولك برضو في ودخولك الجيم النهارده، انت دخلت الجيم متاخر قوي النهارده النادي الاهلي، تديت فرصه كبيره جدا للهلال يخش ويلعب ويستحوذ. مفيش انياب حقيقيه، يعني مفيش اهداف محققه للهلال النهارده برغم من كم الاستحواذ والشغل اللي عملوه النهارده في الملعب، لكن كهدف حقيقي النهارده مفيش اهداف حقيقيه. بالعكس انت النهارده مجدي قفشه مضيع واحده او حاطط واحده في العارضه، كان ممكن تخرج النتيجه ليك بنتيجه 1-0. الاداء النهارده ممكن نقول ان اللعيبه النهارده مش في يومها، يعني النهارده دي خوف بالنسبه للعيبه كتير النهارده في لعيبه النادي الاهلي النهارده. بس بلال انت لاعب 3 مباريات تقال قوي في كاس عالم الانديه. صح بالك. ماشي يا كابتن، احنا لاعبين 3 مباريات تقال قوي، سيبك من النتيجه ان احنا حققنا نتيجه كويسه قوي، انما في فعلا حاله اجهاد. ايوه صح. وبعدين فرقه بترجع، احنا لما بنرجع كلنا من بطوله او من مشاوير او من تجمع او بتاع، بنيجي بنفك شويه، بننزل نفك. بص يا كابتن انا بنفك عشان تلمني تاني في يومين ثلاثه، هيبقى ده الشكل الطبيعي. انا معاك في الاخير، لكن مش معاك في الاول. ان الماتش كان يوم السبت اللي فات، النهارده الجمعه تقريبا 6 ايام. لا انا ده مش ماتش، بس هو كابتن شريف ده مش ماتش يا بلال، في 3 ايام بس. ده انت مجمع في 3. بلال وجهه نظر يعني بلعب المكسيك والبرازيل والسعوديه وبطل اسيا. صح. يعني انا طالع من 3 مباريات الحقيقه مزبوط. بشكل ومطلوب مني. أيوه. لان انا اللي عملت نفسي. أيوه. بس هو كابتن بلال عشان تدي، بص عشان كابتن انت اللي جاي اصعب من ده بكتير جدا طبعا. انت عشان تدي الاكسكيوز للعيبه ان هو يعني معلش انك من السبت للجمعه. لا انا عايزه طبيعي حاله جاتش. لا انا ممكن اقول ايه، تغيير الدوافع يا كابتن عند اللعيبه، وانه جاي من كاس العالم في ملعب واضاءات وجمهور وتغيير الجو كمان، وانك تروح حاجة. تلعب في السودان في جو مختلف، ارضيه دي النهارده منافسه مختلفه، منافس كمان مختلف، ارضيه مش وحشه، ممكن تغير من الحاله المزاجيه عند اللعيب. لكن عشان تقول ان الاهلي النهارده، احنا السنه اللي فاتت لعبنا لا اكتر من كده بكتير جدا، مرينا بحالات اجهاد اكتر من كده. رحنا في حتت السنه اللي فاتت ما فيهاش اكسجين، كنت بتلعب السبت والثلاث تلعب في افريقيا تسافر،
وترجع تاني تلعب في مصر وبعدين ترجع تسافر تاني. ما كانتش النتيجه كويسه برضه. النهارده ممكن يكون دي اوف بالنسبه للعيبه كتير. بس هقول لك حاجه بس برضه. هقول لك ده اللي انا عايز اقول لك. انا بس مش بص عايز ايه. لا بس لا. لو احنا يا كابتن ما تحطش حته الايجاد بس السبب يعني. في الكفه دي ايمن يعني ما تقول بعد بس انا هقول لك حاجه. بتفك يعني فرقه جت ففكت بقت لمت تاني على انها رايحه ماتش بره. قابلت بقى شوف انا معاك انا معاك في الاخير. انا مع شريف في الجزئيه ديت. معلش انت برضه لما بتخرج من بطوله وجاي فيها برونزيه ولعب ثلاث ماتشات تقال ورا بعض بتبقى عايز ترجع لبلدك بقى تفك بقى. يوم يومين تاخدهم راحه معاك يا انت رحت واخد الطياره على طول ورايح على السودان برضو برضو فيها جزء لانه خلي بالك احنا طبعا هنستثني طب اكيد يعني محمد عبد المنعم وحمدي فتحي والسلاله لان دولت بقالهم شهر ولو شهر ونص وعلي معلول وعلي معلول الى حد ما مظبوط دول بقالهم شهر ونص وشهرين يعني بطوله يعني خرج من بدري في بطوله امم افريقيه تقيله جدا ماشي ثم سفر في نفس الليله للبتاع دي اكيد دول عشان كده انا بقول دول اكيد مجد بس هو مبرر يعني لا معلش بس جزء كبير يعني بالحاله اللي انا شفتها يعني انا ممكن قبل الماتش ما احسهاش قوي بس باللي انا شايفه ده وكميات الجري دي والحركة دي شادرين حتى ديانج اللي هو أقوى واحد بدنيا في النادي الأهلي النهاردة برضو رغم أننا وعلا بنقول أنه عمل مجهود لا مش عمل مجهود برضو بس مش في حالته برضو برضو في مساحات ما خلي بالك يا كابتن لا مش في حالته ساعات ماشي معلش أنا معاك في النقطة دي بس أنت ساعات بتكون في حالة جيدة ولكن أنت محتاج اللي حواليك كمان ماشي ماشي يعني يساعدوك ماشي ماشي كلامك مظبوط فاهم فبيبان انك انت مقصر كمان ماشي انا مش بقول او انت مش في حالك انا مش بقول انه سيء بس بقول حتى ديانج اللي هو قوي قوي بدنيا وسنه صغير برضه واضع عليه ان هو برضه مش في اقوى طاقه ليه مش في اقوى طاقه ليه انت ما ياسر فممكن ياسر, يكون ياسر ابراهيم النهارده عمل مباراه من افضل المباريات هو برضه لعب ثلاث ماتشات ماشي ما هي مش يعني ما تمشيش يعني على كل الناس ممكن يكون ياسر برضه وسامه كميه جري بيجريها ياسر مش كميه جري بيجريها طبعا برضه دي كمان نقطه برضه ماشي يعني فرق كميه الجري وفرق الاشتراك في الكوره على طول ديانج مطالب ان هو ورا كل كوره صح هو النهارده احنا بنتكلم على ديانج مجهوده انا من وجهه نظري معقول لكن بالزبط. هو اللي اتاخد عليه فنيا مش في احسن حالاته أيوة. هو اللي كان عليه اسامه بالظبط دايما بص يا ايمن تقيس لعيب الكوره اللي انت دايما بتثق فيه بكم التمريرات المقطوعه اللي عملها السهله مش الصعبه ماشي النهارده لو عملت احصائيه لكم التمريرات المقطوعه لعيبه النادي الاهلي هتلاقي اكبر احصائيه اتعملت مثلا النادي الاهلي من فتره كبيره قوي لان كابتن كمان التحركات كانت غير جيده داخل عشان ملعب. ايه انت قلت اجهاد بس انا من وجهه نظري 70% من اللي حصل فيك النهارده ده اجهاد لبعض اللعيبه وفي ناس بره فورمه المباراه نفسها ايوه ايوه طب انا هقول لكم حاجه بره انا هقول لكم حاجه انا حسيتها بس هنروح لكريم احمد بس قبل ما نروح لكريم احمد ونرجع مره تانية انا حسيت بحاجه في الشوط الثاني خصوصا اخر ربع ساعه ان في لعيبه في الملعب بتقول يا رب ما انا بقول لك عايزين يطلع المكسب ما هو ده ما هو ده التعب ايوه ايمن ايوه ايمن ما هو ده التعب بص يا ايمن هو النهارده عشان بس نقفل الموضوع ده هو النهارده كلام بلال واسامه وكابتن شيف كده عشان تقفل الموضوع ده هو النهارده كل العناصر اجتمعت في مباراه النهارده صح بدنيا بعض لعيبه تعبانه فنيا بعض اللعيبه مش موجوده في المباراه مش موجوده في المباراه مش في حالتها مش مديه المباراه اهميتها نفسها في بعض اللعيبه انا قلت لك الكلام ده في وانا بتكلم بقول لك النهارده في لعيبه في الملعب بتقول يا رب الوقت يمشي بسرعه يعدي لان هو حاسس ان هو مش كويس على فكره بتحصل كتير قوي أيوة هو مش مستمتع وحاسس مش كويس وحاسس ان كل الظروف مش مهيئه يعني يبقى كويس النهارده علاء بس كابتن انا هقول لك بلال ثاني هقول بس كلمه عشان بس الموضوع ده يا كابتن في انت ما ينفعش يبقى ده المبرر بالنسبه لك لا مش بقول ده المبرر ما هو ليه يا كابتن انت عندك خمس تغييرات يعني عندك نص فرقه خمس تغييرات ماشي يعني انا النهارده يا كابتن معلش يعني اصل انا لو عملت كده يبقى انا كل الماتشات اللي جايه كلها بره ملعبي لو الفرق فيها انياب هجوميه اكتر من كده انها هتغلب فما ينفعش ليه بقى لان النهارده انت بتلعب الماتش الجاي هتلعبه اللي بعديها تلعب بعديها ب 48 ساعه في الدوري بعدها تروح تلعب افريقيا بعدها ترجع تاني فكابتن بص انت عندك خمس تغييرات انا كمدير فني لو انا كمدير فني النهارده ما عملتش التغييرات ومن بدري عشان افوق لعيبتي يبقى انا عندي مشكله ما ينفعش ان انا اسيب فرقتي لو انا عندي لو اللعيب مجهده وعندي خمس تغييرات ما ينفعش استنى لحد كده لان انت النهارده في اي لحظه ممكن تتخطف جول ماشي ماشي جول فهتصعب عليك المهمه بشكل كبير جدا صحيح. جدا جدا عندك يعني مجدي قفشه
يعني ما اعتقدش ان هو عنده حاله من الاجهاد كبيره يعني. لا تمام. لا طبعا. حسين الشحات نفس الموضوع عندك انت، كريم فؤاد جربته ولعب هناك، رامي ربيعه كان ممكن يكون له دور النهارده في نص الملعب مش لازم يكون سنتر باك. فعندك بعض التغييرات اللي تقدر تفوق بيها الفرقه النهارده. ما ينفعش اسيب الفرقه لحد دقيقه 90 وبعدين اتكلم على حاله الاجهاد للعيبه. لا ماشي. انا كمدير فني لازم يبقى عندي توازن وعندي رؤيه وشايف مين ممكن يتغير في التوقيت ده وممكن يكمل يا كابتن. احنا بنقول وجهه نظرنا مش مختلفين في دي يا بان، مش مختلفين في دي. انا على فكره بتفق معاك طبعا، يعني مش مختلفين في دينك انت ممكن تستخدم الخمس تغييرات ممكن، لكن احنا وجهه نظرك يا كابتن اسامه احنا بنروح للسؤال. لا انا بتكلم ايه، احنا بنقول على بنوصف الحاله اللي حصلت قدامنا في الماتش، لكن انت كلامك ممكن استخدم الخمس تغييرات عشان انشط اكتر، بس هي الوضع الواضح نص الفرقه تحت عندك هنا متعورين كلهم راجعين لا مثلا ممكن كريم فؤاد ممكن يعني برضو عندك ظروف كهرية برضو انت بتعدي بيها الفتره دي. احنا بنوصف الحاله ان ليه احنا بنقول ان دي فيها جزء اللي هو موضوع الاجهاد، ان في 8 او 9 لعيبه مش في حالتهم الطبيعيه خالص، فواضح انه في ادائهم باينه من كميات الجري من التمرين المقطوع. انا قلت لك علي معلول لوحده اكتر من 3 4 مرات على 18 عندنا في على 18 الاهلي بيطلع الكوره بيطلعها بالعافيه يعني يردتين ثلاثه. طب ما تيجي نروح نشوف زميلنا كريم احمد ولقاء بعد المباراه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ونشوف رايه في المباراه وايه اللي حصل من اللعيبه خلال المباراه، وهل كان في اجهاد، كان ملعب المباراه كانت الرطوبه او الجو كان ليه تاثير على الاداء. تعالوا نروح ونشوف كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ. بجد التحليل من جديد كابتن ايمن شوقي كل كابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي معي في هذه اللحظات اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. بالتاكيد يا كابتن سيد هنقول هارد لك لان النادي الاهلي دائما وابدا طبعا بيلعب على 3 نقاط. هنقول هارد لك النهارده لان التعادل بالنسبه للنادي الاهلي انا عارف طبعا هي انطلاقه لكن مجهود كبير وظروف كتيره جدا حطينا في الاجواء كابتن. الحمد لله على كل شيء. مباراه مهمه بالنسبه لنا في افتتاحيه، انت عارف مباراه المريخ كانت اتاجلت يعني، وبنلعب مع الهلال هنا في السودان يعني، في ظل الاجواء والدرجه الحراره مقبول جدا يعني. نقدر نقول التحميل الكبير وعوده لاعبي المنتخب مشاركه في كاس العالم بشكل كبير جدا كان لها تاثير بدني النهارده كابتن؟ ممكن طبعا، لكن في النهايه خلينا نقفل الصفحه بحلوها ومرها، خلاص الموضوع انتهى يعني. خلينا نبص على مباراه البقاس يوم الثلاث، وعندنا كمان صن داونز يوم 26 يعني. هي المجموعات عباره عن تجميع النقاط يعني، لك هدف ان انت تطلع تصعد من المجموعه سواء اول او ثاني، هدف ثاني ان انت بتحاول تصعد اول عشان تتجنب المراكز الاولى في المجموعات الثانيه يعني. لكن ايا كان يعني انا بشوف ان هي في الاول والاخر الهدف المهم ان انت تصعد يعني. يمكن النهارده كان في التحامات كتير، شفنا السوليه منعم، عايزين نطمن على التحامات الكتير النهارده كابتن. السوليه طبعا واخد كدمه جديده جدا يعني، انا برضه هرجع اقول يعني في الاتحاد الافريقي مهم جدا ان احنا ناخد بالفار من بدايه البطوله لاخرها. ما ينفعش ان انت تبدا بطوله وبعدين تنهيها باخر ماتشين يعني، في النص ممكن فرقة تتظلم كتير او فرقة يبقى ما تاخدش حقها بشكل كبير يعني. محمد عبد المنعم يعني طمنا الى حد كبير، لكن هنعمل مزيد من الفحوصات، واخد كدمه في الدماغ يعني تستوجب من رايي الشخص ممكن تبقى فيها كارت احمر، لكن في النهايه هنقفل الصفحه ديت وعندنا استعداد من بكره على طول. هنروح النهارده وهنرجع مصر النهارده، لكن من بكره ان شاء الله الرحمن هنستعد للمقصه باذن الله. شكرا. كل شكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. وبالتاكيد يا كابتن ايمن هدفنا كان الـ3 نقاط، لكن قدر الله ما شاء فعل. التعادل ان شاء الله باذن الله يقدر يساعد النادي الاهلي ان شاء الله تجميع النقاط زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال. الظروف كانت صعبه، المجهود كان اكبر، لكن ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لكل لاعبي النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم. يمكن كابتن شريف، كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم على بعد برضه المباريات والاسباب اللي ادت للاداء دوت، وزي ما قلتوا حضراتكم الاجهاد، الدرجه الحراره العاليه، فالجو غير الجو، فتقريبا نفس الاسباب. طبيعي جدا يا ايمن. تاني حاجه عايز اقول لك على حاجه، انا كلاعب مصري مش متعود ان انا العب كل 72 ساعه ماتش، ولازم تثق في كلام الناس، لازم تعرف احنا لما بنتكلم بنحط نفسنا مكان اللعيبه دي. انا وعلاء واسامه ربنا مدينا، خدت بالك اللي انتوا اتكلمتوا عليها بتاعت ياسر وديانجو، ربنا بيدي كل واحد برضو امكانيات معينه طبعا. يعني قفشه مش بتاع اللي هو ديانج، قفشه بتاع كوره زي اللي جاي عملها دي، اصطادها ده حاططها في العارضه، انما لازم يواكب قفشه حاله بدنيه اللي انا قلت لك عليها. طول ما انت واقف على حالتك البدنيه في الملعب كويس انت ما تخافش على الاهلي، طول ما انت بتروح وتيجي وبيحصل تحركات ما تخافش، انما الحاله ان هم عايزين بابسط الحلول انك انت تكسب صعبه شويه.
يعني في احيانا مش بابسط الحلول بتكسب. ايوه في احيانا الجو العام الملائم كله ما بيساعدكش. حتى الدكه اللي بره عندك انت ما تيجي. انا عارف لو انا والله انا ما غير حد غير قفشه وافضل ورا محمد سنه بس اقول لك حاجه خليك بس اسمع الاخر فضل. وافضل ورا طاهر محمد طاهر وافضل ورا شريف ها وافضل ورا الناس دي لغايه لما اطلع منهم. لا ما هو جاب اخره بقى خلاص. استنى بس ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. لغايه اما اجيب منه بترول كويس لغايه اما اجيب منه جوال لغايه اما اجيب. بس هو اصلا منهك. هو اصلا مش قادر يتفكر. يعني انا وبلال بنقول لك ايه فين السويتشات اللي هي بسيطه جدا ان انا بلعب عشانها. فين اللي انا الراجل وهو جاي من نص الملعب يلاقي واحد بيعمل له تحرك عشان يوديه على الجول اللي احنا موجود. اللي هي في كل ماتش احنا بنعملها. أي. فين الضربات الثابته اللي احنا بنستغلها اللي كنا بنستغلها من اول الماتش ونخلص ويطلع ياسر ويطلع حتى التحركات جوه ال 18 وجوه مش مدي نفسك الفرصه انك انت في الاستحواذ. أي. انت تاخدها عاليه او تاخدها واطيه او خايف وانت بتلعب. ماشي. كل اصطدام او كل كره بينك وبين الخصم خايف منه. خايف منه خايف تتعور. أي. وحصل لك بقى كوع في وشك وواحده في رجلك من تحت على طول الكور الثابته علينا واحد بيتاخد بيتضرب مفيش فار مفيش حاجه. عندك ظروف معينه كلها مش بدي العذر ان انا ما كسبتش. شوف بقى شوف جمال النادي الاهلي ها ده انا بدي العذر ان انا ما كسبتش. انا عارف طبعا ان انت فاهم قصدي ايه. انا بدي العذر ان انا تعادلت. ايوه اللي هو احنا مش مفروض نتعادل هنا ولا بره ولا جوه. أيوه. لان دي بقت السمه اللي احنا شغالين فيها بعد ما بتطمعني بتكسب بطل اسيا بتكسب بطل المكسيك خدت. أيوه. بالك بتاخد ميداليه وبتاخد خلاص انت بقى. عشان كده احنا بنتكلم كده بقلبنا وبنتكلم على لعيبه وبنديها الاعذار. فبندي الاعذار لان من الواضح قدامي ان دي مش لعيبه النادي الاهلي الطبيعيه. دي 30% 40% الحاله اللي انا شايفها دي. ايوه غير كده كان زمانك كسبان 2-3 النهارده. أيوة. زمان التصرف في الفرص اللي جات لك من على الاطراف كانت تبقى سهله. لا وزي ما قالوا كمان كان في نسبه ميس باس كبيره زياده عن اللزوم. قال لك قيسها هتقيسها هتلاقي هتلاقي انها بتطلع من تحت رجله بالعافيه. أيوة. يعني عشان يطلعها من نص الملعب لناحيه الشمال. أيوة. كان لازم تاخد التيك اوف ويشوطها شوطه جامده جدا عشان يوديها. دي يا كابتن صوره للتمريرات المقطوعه خلال المباراه. مش ممكن يعني ده انا عمري ما شفت صوره زي دي في حياتي. يعني في جميع انحاء الملعب. يعني دي في جميع انحاء العالم. يعني انحاء الملعب. اعتقد ما ايمن عشان كده انها غريبه شويه على النقطه اللي احنا بنتكلم فيها ان يبقى في اجهاد بدني. تملي الناحيه البدنيه بتاثر على الناحيه الذهنيه. الذهنيه يعني ايه؟ مزبوط. يعني انا هاجي بصيلك المسافه مش بقدرها كويس بتطلع اضعف من اللي انا المفروض اعمله تطلع اقوى من اللي انا اعمله. صح. باجي مثلا هشوط على الجون تلاقيها راحت ناحيه الكورنرز ما كويس انك ما طلطشتش جون كمان. ده كان بس زود الحكايه. برضو خلي بالكم حضراتكم اشتغلتوا مديرين فنيين لفرق كبيره. احيانا بتبقى انت كمدير فني شايف ان لعيبتك مجهده فعلا بدنيا ولكن بتتكلم معاهم وبتحاول كمان ان انت تهيئهم للماتش. تتكلم على الاعداد النفسي تتكلم على ان انت تهيئهم ذهنيا وانت عارف انهم مجهدين. فمش انا مش يعني انا معاكم ان اللعيبه مجهدين ولكن لما تحط كل الاسباب. لا مش بنقول كل الاسباب او تختصرها. لا لا تختصرها للاعيبه النادي الاهلي في عامل الاجهاد بس. لا يا كابتن لا ما بنختار مش بنختصرها في عامل الاجهاد بس. احنا بنقول جزء من الحاله اللي هم فيها لانها واضحه على ال 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 يعني اي حد بالعين المجرده وخاصه احنا مثلا لعبنا كوره ودربنا وكده انت حاسسها في السبرنت انت حاسسها في القفز. حتى ياسر ابراهيم اللي هيقول كويس كل تقريبا الكور المشتركه بينه وبين راس الحربه اللي هو ابراهيم مصطفى كان الراجل بيطلع يلعبها بدماغه قبليه. صحيح هو طلع كام واحده جوه ال 18 كويس غطى بشكل كويس في المجمل احنا بنقول افضل من الباقيين هو وديانج الى حد ما ولكن باينه في كميات الجري باينه في الحده بتاعه الجري بتبان ان ده في الى حد ما تعب لكن هو مش بنقول كل ده هو يعني مش المبرر الوحيد على الاداء انه ده السبب الوحيد. لا في طبعا اكيد حاجات تانية. أي. زي ما بلال قال ممكن استغل 5 تغييرات. أي. ممكن اعمل فكره تانية ممكن
يعني في حاجات كتيره ولكن اعدادك اعدادك للماتش نفسه اما انا بقول لك اعدادك للمباراه ايوه مش على ده اللي قصدي عليه ده يعني طيب اعدادك للمباراه وتهيئه لعيبتك للمباراه ايوه بالظبط كده مش كان في المستوى المطلوب السبب السبب ممكن ما اديناش الهلال حقه شويه كويس حته الاجهاد على فكره الاجهاد اللي احنا بنتكلم فيه اجهاد بدني الناس فاكره اجهاد بدني يعني هو نجري وكده لا لا خالص انت ممكن تبقى مجهد ذهنيا مظبوط مظبوط طبعا ها مجهد ذهنيا يعني تبقى وحش صحيح وبتقدر تجري كل حاجه بس انت ذهنيا مش مركز حاجه مجهد من كتر التفكير وضغط المباريات لبعض اللعيبه اللي قالها كابتن شريف انا معاك مسموح لهم بالزبط. لكن في بعض اللعيبه انت مش مهيئها ذهنيا للمباراه انه يدخل المباراه ده اللي انا قصدي عليه الكابتن اسامه عرابي عشان كده اما دخولك في المباراه مع كل العوامل دي مع اللي قالها بلال اديتك الصوره بتاعت النهارده لكن هو الموضوع مش اجهاد بدني بس ذهن وبدن عشان امرر لاسامه هو انا بمرر ازاي ذهني هو اللي بيدي الاشاره مزبوط. لو ذهنك ده مش مهيئ مشغول مضغوط كده انت بره الجيم تماما وفي مشكله لو خرجت بره المباراه عشان ترجع لمباراه تاني صعبه جدا وهقولها للمره مليون مظبوط صعب النهارده على كل العوامل دي احنا الحمد لله محظوظين لان احنا بنلاعب فريق هجوميا ما عندوش اي شراسه على الاطلاق خالص هي المباراه كلها النهارده ما فيهاش غير كره علي لطفي طلعها بامتياز ومحمد مجدي اللي في القائم لكن انا بتكلم على فرقتي على شكل النادي الاهلي على اللي انا دايما بتمناه لكن كل العوامل اللي كنا فيها دي ايمن هي اللي خلت الصوره النهارده كده يعني كابتن شريف واسامه وبلال كله وانت الكلام كله بنتكلم فيه احنا صحيح. صح على فكره ما فيش حد غلط او حد بيقول كلام مش موجود مزبوط. الكلام ده كله النهارده اللي خلى الصوره تطلع كده النهارده صحيح. وانا معاك ان في بعض اللعيبه ممكن اقول لك بالاسم كمان بس ما فيش داعي عايز المباراه تخلص بسرعه هو حاسس ان هو حسيتها من بعض اللعيبه انا حسيت هو مش هو مش بص من بعض اللعيبه لا هو مش بص علاء بيقول لك ايه حته انا بقول له لا ده علاء بيقول لك انا النهارده معايا كوره وبلعب وعايز ما هو لازم اللي جنبي طيب يبقى قادر أيوة. ده اللي جنبي مش قادر انت النهارده فاقد كمان حاجه مهمه اللي بتميزك جماعيتك النهارده مش موجوده عشان كده بسبب بقول لك ديانج بيجري بالكوره طب وبعد ما يجري ما هو بعد ما يجري عايز بذكر لحد الحلول مش ايه مش جماعيتك مش موجوده بس عشان يعني نخلص الكلام هي كل العوامل اللي كنا فيها دي واللي انت كنت عايز بتلف وتدور عليها والكلام وخلاص في واحده ثانيه قدامك كابتن بلال بقى مش لازم انا اديها لك برضه صفتك كنت لعيب قبل كده كنت لعيب كنت لعيب دلوقتي ممكن تكون مجهد بدنيا تمام ولكن انت نازل الماتش نسبه تركيزك عاليه وانت حاسس بنفسك مجهد بدنيا انما مهيئ نفسك ومحضر نفسك للماتش وذهنيا في اعلى تركيز كويس هل ده ممكن يغطي على الفوارق البدنيه في اتخاذ القرار يعني في بعض الاوقات يا كابتن في بعض الاوقات في طريقه اللعب نفسها يعني في تدوير الكره نفسها في الستايل اللي هتلعب بيه في شكلك وانت بتلعب يعني انا النهارده لو مجد بنام مش هلعب كاونتر اتاك يعني مش هشتغل رايح جاي لا تمام لا لا انا هتكلم على حاجه ثانيه انا بكلمك على الافكار افكار اللعيبه داخل الملعب مثلاً انا النهارده مركز في الملعب قوي بس انا بدنيا مش قادر كويس انما مثلا في هجمه يعني انا حاسس بيك انا النهارده حاسس بكابتن علاء أيوه. النهارده فت ولا لا هيقدر مش قادر فبدل مش هعمله الثرو باس اللي يجريه 30 40 متر صحيح تمام بالعكس يبقى انا هبص الكره كتاعه في رجله معاك في دي لان خلاص انا عارف ان الكابتن علاء فانا مركز شايف زمايلي في الملعب بيشتغلوا ازاي شايفهم كويس. بدنيا جاهزين ولا مش جاهزين بس انت راجل هداف كبير وكنت احيانا طبعا بتبقى مجهد بدنيا طبيعي. انما في بعض الفترات بتلاقي مثلا إيه هجمه او لعيب جاي لك فانت كل المطلوب منك بس انك هتتحرك خطوتين صح تاخد الكره صح. وهتمثل خطوره على المرمى ممكن تجيب منها جول صح ياما حصلت صح يعني ياما حصل في اوقات كتير جدا في بعض المباريات احنا بنبقى منهكين بدنيا ولكن هي تحرك واحد بس جاي ممكن يديلك المباراه ما عملها علي معلول اخر كورتين في الماتش في الدقيقه 90 لا واحده اللي بصاها لمجدي قفشه بتاعت قفشه والثانيه اللي عملها بالعرض بالظبط تمام كان ممكن برضو يجي منها جول وكان عنده واحده قبلها اللي وقفها ولو راح هو جابها جول كان هيجيبها انا بقول لك انا لو مركز أيوة. هباصي كويس بالظبط هاخد قرار كويس بالظبط تمام
ممكن ما اجريش ما اعملش مجهود جامد، لكن قراري هيبقى كويس. مظبوط تمام كده. يعني بدل ما باصي مثلا كرة كده العبها الناحيه دي، بدل ما رقص مثلا هلعبها من، ما انا بقول لك اه يعني دي تفرق مع اللعيبه بشكل كبير لو انت في قمه تركيزك يعني. لكن برضو انا هاخد من كلمتين اللي قالهم الكباتن، ان انت ممكن يبقى الفروقات ما بين البطولات وبعضها مأثر عليك. تمام مأثر عليك انت برضو يعني، مش هتفضل في قمه تركيزك طول الوقت. ايوه يعني مش هفضل في قمه، انا بلعب النهارده كاس عالم الانديه، النهارده بلعب ليبرتادورز، طب وبعدين أيوة. بلعب الهلال السعودي، يعني في تركيز يعني عالي جدا جدا جدا. أيوة. لازم هيجي وقت هينخفض تركيزك شويه، وضع طبيعي على فكره، مش هتبقى في قمه التركيز طول الوقت. ما هو وضع طبيعي بس في حاجه، عشان كده انت احنا بنقول يا كابتن ايمن بنقول ان بعد المباريات الكبيره قوي، البطولات الكبيره، محتاج يعني تشتغل على اللعيب نفسيا اكتر من بدنيا وفنيا. يعني انت وصلت لاقصى درجه في الامكانيات، اكيد مش محتاج ان انا ازود امكانيات فنيه للعيبه النهارده، بس محتاج ارجع له تركيزه تاني، اخليه مزبوط. يعرف ان الماتش ده ماتش مصيري، ماتش مهم، ممكن حالات الاجهاد تبقى موجوده. انا اتفق معاكم برضو في دي، بس دي ما ينفعش تبقى مبرر وانا عندي 5 تغييرات بره، ما ينفعش. يبقى انا طول الماتش انا مجهد، ما ينفعش يا كابتن. لكن ينفع اقول ايه، ان انا مثلا بعد الماتش، الماتشات الكبيره قوي اللي لعبتها في بطوله كاس العالم للانديه، وضع طبيعي ان تركيزي يقل شويه، وضع طبيعي ان حماسي يقل شويه، ده وضع طبيعي. خد بالك انت ممكن ايه في يعني لو انت كنت صادفت ولعبت ماتش في الدوري العام، ممكن يكون تكون افضل من كده شويه، ممكن، لان المنافس اكيد هيبقى مش بنفس الامكانيات والقدرات، يعني ممكن يبقى اقل من كده شويه. فيبقى انت يعني كسرت الحته دي، كسرت الفروقات اللي ما بين افريقيا وما بين كاس العالم، رحت الدوري لعبت ماتش وطلعت بعد كده على افريقيا لعبت ماتش مختلف. انما النهارده يعني برضو اللي انا بلومه على فرقه النادي الاهلي، يعني انت النهارده بتلعب فرقه ما عندهاش انياب يا كابتن علاء خالص على الاطلاق، ما عندهاش انياب. ما فيش ما شفناش المحاولات الشرسه غير في اخر 7-8 دقائق. يعني تخيل انت، عشان برضو حته المجهود البدني يا كابتن، انت اخر 7-8 دقائق انت ضاغط على فرقه الهلال. صحيح. ممكن تسجل هدف، يعني ليك فرصه في العارضه، في كورتين ثلاثه بالعرض من ناحيه علي معلول. مزبوط. فانت اذا انت حاضر وموجود في الملعب. صح. انا كنت عايز الحته دي، زي ما ابتديت ماتش الهلال السعودي، ساعات بتعمل تيست كده للفرق اللي قدامك. مزبوط. ابتدي اضغط من قدام، احاول ابتدي اصنع هجمه، اعمل كره سريعه، اعمل هجمه مرتده، ابتدي اروح واحد ضد واحد ارقص. الكلام ده احنا ما شفناهوش من بدايه الماتش، فاهم قصدي؟ كان المفروض تعمل الكلام ده حتى لو تيست للفرق اللي قدامك من بدري قوي. صحيح. عشان تعرف الفرق اللي قدامك هتشتغل معاك ازاي في الحالات الدفاعيه. مظبوط يا كابتن. طيب عموما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، كابتن شريف. طيب نقفل ماتش النهارده. الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا، سواء محليا او افريقيا. مش هينفع الجدول ده. المطلوب فيها حقيقة، انا هكمل بقى واقول جدول مباريات النادي الاهلي. الجدول كده الفترة اللي جاية ان شاء الله. عندك الاهلي والمقاصة يوم 22 فبراير اللي هو الثلاث الجاي ان شاء الله. بعديها بثلاث ايام هتلاعب صن داونز يوم 26. الشهر ده 28 يوم. 28 يوم، يعني عندك بعد يوم 26 صن داونز وده ماتش تقيل، عندك 27 28 اجازه، يعني مفيش ماتشات. الاهلي وفاركو يوم 1 مارس، يعني صن داونز هتخلصه بعديها بيومين هتروح تلاعب فاركو في اسكندريه يوم 1 مارس. 5 مارس عندك الاهلي والمريخ السوداني في دوري المجموعات. 5 مارس بعديها بيومين، يعني هتاخد 6 و7، يوم 8 تلعب بيراميدز، يوم 8 تلعب بيراميدز، وبعدين يوم 11 مارس، يعني برضو بعديها بيومين في ماتش ثالث يوم 11. فين بقى الماتش الثالث ده؟ صن داونز في جنوب افريقيا. ده الجدول ده معمول لاجهاد لعيبه الاهلي. لا لا لا، مش ممكن الجدول ده يتنفذ. ايه ده؟ ولا الاهلي ولا اي فرقه ثانيه، عشان اريحك يعني، ده لا ينفع للاهلي ولا لاي فرقه. وبعدين ده كله بيصب فين؟ ده انت بتخلص على عماد منتخب مصر ولا ايه؟ انت بتخلص على اللعيبه اللي هي مرشحه زي محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، انت بتخلص على اللعيبه دي وانت داخل على اهم مرحله ليك لمنتخب مصر في الشهر ده؟ استحاله. هو لازم يفكر. استحاله الجدول ده اللي حاطه
نسي ان فبراير 28 يوم، نسي ان في سفر بعد تلعب ماتش هنا وتسافر بكره عشان تلعب في جنوب افريقيا بعد بكره. مش هينفع، مش هينفع الجدول ده، لازم يتعاد. هو يعني اللي حط الجدول نسي ان عماد، يعني بلاش نتكلم على القوامر الاساسي، ان نص لعيبه المنتخب، نص القوامر الاساسي من لعيبه النادي الاهلي دي، فلعيبه النادي الاهلي دول ده كمان في ماتش يوم 18، يعني هو مستر كيروش هياخد اللعيبه من يوم 8 مارس او 9 مارس هيعمل لها معسكر مغلق، ولسه النادي الاهلي شغال في بطوله افريقيا وعنده ماتش يوم 18، وبعد كده اللعيبه تروح معسكر منتخب. كده بقول لك ده مش استحاله، يعني اللعيبه حتى هتروح مجاهدين لمنتخب مصر. استحاله، الجدول ده يتنفذ بهذا الشكل ده، مفيش حد في العالم يقدر يعمله، ولا ليفربول ولا بايرن ميونخ يقدر يعمل الشكل ده. ف ده شكل، خلينا بس نتكلم فيه، ده لازم هيحصل فيه تعديل ولازم هيحصل فيه تنظيم تاني خالص. نفس الشكل ده انت محتاج فرقتين عشان تواكب على الاقل نص الجدول ده. كابتن بس انا عايز اقول لك حاجه في موضوع فرقتين دوت. انت دلوقتي النادي الاهلي في جميع المسابقات بيلعب على حاجه واحده بس، ماكس. اولا لا احنا كلعيبه ولا كجهاز فني هنقدر نفرط في الدوري السنه دي مره تانية، ولا جماهيرك. تاني حاجه انت عينك برضو على بطوله افريقيا وعايز تاخدها المره الثالثه على التوالي وتروح كاس العالم المره الثالثه على التوالي ان شاء الله باذن الله. فمعنى الجدول ده بالشكل ده، لا انت كان الجدول ده في تعمد لاجهاد لعيبه النادي الاهلي وسقوط لعيبه النادي الاهلي. يا كابتن ايمن لن ينفذ هذا الشكل، استحاله. ده نمره واحد. نمرة اتنين، النادي الأهلي ما بيخسرش بطولة إلا في ظروف قهرية أو بعيد عن إيده. كويس، خد بالك النادي الأهلي مش السنة دي عشان الدوري ما يروحش مني، ده لا السنة دي ولا اللي جاية ولا السنة اللي ده السيستم بتاعك أو ده الدستور بتاعك إنك أنت صاحب أي بطولة بتخشها إلا إذا أنت مش عايزها، إلا إذا زي ما أنت شايف جدول زي ده كده. استحالة فرقة في العالم تلعب في جدول زي ده، مش ممكن. انا كل 48 ساعه اسافر وارجع والعب واسافر وارجع، لو ما سافرتش افريقيا اسافر هنا كابتن محلي، اسافر اسكندريه. في ماتش الاهلي وبيراميدز يوم 8 مارس مفيش راحه، يوم 11 مارس بتلعب سان داونز في جنوب افريقيا. انا لو خدت كدمه صغيره في رجلي او هلعب الماتش اللي بعده ما اقدرش الحق احطها في تلج وارجع بعد 24 ساعه، ما اقدرش. يعني حتى ما فيش استشفاء لاي حد، يعني نص الفرقه دي ممكن تروح منك وما تكملش، ما تقدرش. خاصة ان انت في ضغط مستمر لانك البطل، انت البطل وفي ضغط مستمر، يعني على طول عندك ماتشات، على طول بتضغطني، على طول عندك تأخرات. لا، لازم تاخد قرار، ولازم لجنة المسابقات تاخد قرار وتعرف ان اللي بيحصل ده مش هينفع حتى للكرة المصرية. مش ل... انت عندك فرقة بيراميدز، عندك فرقة تانية بتلعب في الكونفدرالية، عندك فرقة تانية، مش هينفع الجدول ده معاهم برضو. أي. ان هو عشان يتأخر في الدوري، انا ما يخلص وقت ما يخلص الدوري، مش فاهم صح. ما يتعطل وقت ما يتعطل الدوري، ما يخلص، يخلص بعد كاس العالم والتصفيات. ايه اللي حاجه انت هيكون عندك حاجه بعد كده؟ ما عندكش حاجه، ما عندك انت مدخل كاس مصر ومدخل كاس الرابطه عندك مليون حاجه شغالين فيها، ما كل دول هتعمل فيهم ايه؟ ما كل ده يتاجل لغايه ما وهم اوريدي مؤجلين. فانا بس مش عشان ما ناخدش من الوقت ده كتير، استحاله الشكل اللي انت بتحكي عليه ده يقدر اي فرقه في العالم تنفذه. كابتن علاء رايك ايه في الجدول المضغوط ده؟ انت هتقول حاجه غير اللي انا قلته؟ لا هو مفيش اساسا كلام اتقال كده، يعني مش شايف ان ده مش ادمي يعني. بالظبط. هو بس السؤال هو ايه الضغطه دي ليه؟ ما انا كنت لسه هسالك، طب هي لازمتها ايه؟ ماشي، ما انا عايز افهم، انا بسال بقى الضغطه دي ليه؟ مش عارف، يعني هل انت مثلا حاطط ميعاد معين للدوري وانت كده مثلا بقالك 20 سنه وبتيجي فعلا في الميعاد المحدد بينتهي الدوري ويبتدي الدوري في وقت معين وينتهي في وقت معين؟ لا عمرك ما عملت كده. ولا طيب ده احنا ملوك التوقفات على المزاج. طيب والله احنا بنوقف. ايوه صحيح، بنوقف الدوري على المزاج، بنوقف اي حاجه على المزاج. لكن هو بقى ليه الضغطه دي؟ عشان ايه؟ عشان في معسكر منتخب؟ يعني في معسكر منتخب؟ في معسكر منتخب، بس انا شغال بلعب. طب استنى استنى، كنادي اهلي بس. معسكر منتخب ده لمين؟ في العالم. ما هو معلش لمين بقى؟ ايوه انت مصر. لعبتك دي بره، مين لعبتك؟ مين اللي بره؟ بيراميدز بره، يعني انت عندك برا. اربع فرق بره مصر مفهوم بره. المصري بالظبط. كويس، كنت هتاخد منهم او لا؟ كويس، غير ناس محترفه بره، يبقى مزبوط. انت بتعمل فيها معسكر لمين؟ وبتضغط الضغط دي لمين؟
ما هو مش اي حاجه تطلب تنفذ وتروح هالك الانديه، ما ينفعش. ده اسمه هلاك كروي. لما العب مع بيراميدز ماتش قوي جدا وتقيل جدا لوحده وتصفرني جنوب افريقيا بعدها بيوم، بعدها بيوم مش هلعب ماتش ولا ماتش بعدها بيومين؟ لا طبعا. ايوه انت هتسافر وبعدين جنوب افريقيا دي هو يوم الجو غير الجو ده يوم يا علاء مثلا. وبعدين ساعات السفر كام يعني من مصر جنوب افريقيا؟ هو عارف كام ساعه سفر ولاعيب مخلص مباراه زي دي قويه جدا؟ وده لو صن داونز هنا هيبقى برده مجهد عليا يعني. هلعب بيراميدز وتاني وبعدها بيومين العب صن داونز هنا برده حرام. انت بتطلب ايه من اللعيبه دي؟ دي لعيبه مش الات على فكره. ده بص يا كابتن، بمناسبه اللعيبه الالات دي، احنا لعيبه النادي الاهلي طالعين من الملعب مباشره هيروحوا على المطار. على المطار كويس. انت دلوقتي سفر حتى وان كان السودان بتتكلم على ساعتين ثلاثه ولا حاجه او ساعتين، بس في سفر في اجهاد بعد الطياره نفسها. بكره هيبقى حتى استشفاء، بعديها بيومين عندك ماتش. ما ده مش يعني حاجه مش ادميه يعني. حتى في انجلترا اللي هو البوكسنج داي اللي هو بيلعبوا، اقصى بلد في العالم بتلعب مباريات في الوقت ده انجلترا. أيوة. مش كده؟ لا ده مش اقسم بالله ما كده. لا طبعا مش كده. انت بتتكلم كابتن، انت بتتكلم على 8 ماتشات في اقل من 3 اسابيع. لا اقل من 3 اسابيع ايه؟ اقل من 5، اقل من 18 يوم فيهم سفر. لان كمان فبراير ايه ده؟ فبراير 28 يوم. ماشي انا تخيل انت بتتكلم كده ايمن في خلال السفر بيتخللوا سفر وسفر مش قريب. لا هم اللي حطوا الجدول ده فاكرين زي اللي بيتكلموا يقول لك ايه وايه المشكله ما بتحصل في اوروبا. هو اللي بيتكلم كده عارف ان السفر في اوروبا بياخد من دوله لدوله قد ايه؟ ساعه وساعه ونص ساعتين بالزبط. انت هنا بتروح بعض الدول الافريقيه تقعد لك 24 ساعه بالزبط. 14 ساعه. انا عايز اقول له يعني بيتكلم كده تعالى بيراميدز وهسافر بقى جنوب افريقيا كده بعدها وشوف هتبقى عامل ازاي. لا طبعا الموضوع مجهد جدا وما اعرفش يعني ازاي الجدول ده تنفذ. وبعدين حضرتك قلت حاجه برده حته غير ليه. انت بتتكلم على نادي الاهلي، تكلم على نادي الزمالك، تكلم على بيراميدز، تكلم على النادي المصري، اربع فرق إيه يعني انت واخد منهم كام لعيب وغير محترفين. طب انت بتعمل معسكر لمين؟ هو اي شغله خلاص يعني؟ هو الموضوع ان انا اعمل اي نشاط واي شغله خلاص؟ طبعا انا مش يعني اعرفش كلام غلط كله من اوله. ما اعتقدش مسؤول النادي الاهلي يوافقوا على 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 الجدول ده لانه صعب جدا، صعب جدا ينفذ. انت كده انت مش بتحافظ على لعيبه المنتخب، ده انت كده بتقتلهم، بتموت لعيبه المنتخب. انا كنادي اهلي لما لعب الناس الاساسيين بتوع عشان عايز اكسب طبعا، والناس بتوعك دول اربعه خمسه منهم سته سبعه موجودين في منتخب مصر بالظبط. وانت ما انضموا لك قوانين ازاي دول؟ مش عارف يعني. هو انا المفروض انضموا لمنتخب مصر يبقى في حاله فنيه وبدنيه في احسن حاله. انت عايز تجيبهم منتخب مصر وانت داخل على ايه؟ الناس مش متقبله خلاص. الناس حاطه في اعتبارها ان ماتشين السنغال دول ان شاء الله نعدي منهم ونوصل كاس عالم، خصوصا بعد الخساره اللي في كاس افريقيا. كويس ماشي. ما هو الوقت هيقول لك يا جماعه ننسى الانديه ونركز مع منتخب مصر. على فكره انا موافق وبتمنى منتخب مصر يفوز طبعا، بس هو في منتخب مصر انت معسكر لمين؟ لما انت اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري لو هو مش واخد حد من مصر بتكلم على ثلاث فرق. كويس. قاموا كام واحد بتاخد منهم؟ اغلبيه لعيبه المنتخب. كويس. وكم واحد محترف بره؟ أربعة خمسة؟ وهيتجاب يعني فرق. أنت فاهمني؟ طب هم دول فين؟ يعني فرق بالاحتياط. طيب دول ما أنديتهم. أنت بتهلك اللعيبة اللي هنا عشان أنت المفروض توصلهم ماتش السنغال في حالة بدنية ممتازة وفنية. فأنت بتروح يعني هل هو عامل يا كابتن المعسكر على أساس إن محدش هيتعور؟ هل مستر كيروش؟ هل مستر كيروش عامل المعسكر ده عشان اتنين تلاتة لعيبة؟ عشان يقول لك أنا بشتغل. لا. والله. لا الوضع الطبيعي أو عشان الواحد برضه يكون عقلاني شوية. أنت عامل المعسكر ده لمين؟ من يوم 8 مارس او 9 مارس انت عامل المعسكر ده لمين؟ اللعيبه المحليه. ما هو يا كابتن اللعيبه المحليه ما في لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه بيراميدز بره المعسكر. اللعيبه المحليه اللي غير مرتبطه اللي انت هتاخد منهم اثنين؟ فانا اعمل لهم معسكر او ثلاثه. وعلى الجانب الاخر اجهد لعيبه اللي انا ممكن اخد منهم لعيبه كتير، اجهدهم، اجهد الفرقه على قد ما اقدر، اجهد الزمالك، اجهد الاهلي، واجهد الزمالك، واجهد بيراميدز، عشان لما اجي اخد لعيبه. وشوف كابتن قال كلمه كويسه اول وقت احنا بنتكلم، قال لك طب وموضوع الضغط ده والاصابات ممكن تحصل لك في ثانيه. طبعا ما اعرفش انا طبعا حاجه صعبه. مفيش مجال للعلاج حتى. مفيش طبعا يا كابتن. ده غير انك انت عندك مستشفى بره اصلا. طبعا. ده انت بتلعب بعلي لطفي بقالك كام ماتش لحد دلوقتي؟ بص هو كيروش يا كابتن ايمن يعني اعتقد من وجهه نظري ان هو عايز يعني يشوف او يدي مجال للعيبه تانية مختلفه. يعني هو زي ما اكتشف مثلا او زي ما بيقال واكيد اللي جنب الناس اللي حواليه بتقول له انت قعدت اكتشاف عبد المنعم ماشي تمام،
بقى في رايت باك تاني عمر كمال. عمر كمال تمام للمنتخب مصر. فبالتالي اعتقد ممكن يكون هي دي وجهه نظره، ان انا رايح بدور على لعيبه ممكن استفيد بيها فيما بعد. تمام، اللعيبه اللي ممكن استفيد بيها بعد، اللعيبه اللي ممكن تكون في بطوله يعني بيلعبوا في بطوله الدوري، ممكن ابص عليهم واديهم فرصه تانية، فبالتالي يبقى عندي لعيبه تانية قماشه اكبر من القماشه اللي موجود. تمام، عشان كده يعني فالنهارده مستر كروش ممكن يكون ده فكره، يعني انا يا جماعه بص انا اللي اكتشفت عبد المنعم، انا اللي اكتشفت عمر كمال عبد الواحد، انا اللي اكتشفت بعض اللعيبه، انا 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 انا, أنا. تمام، فممكن يكون ده الفكر بتاعه يعني. صحيح. كابتن اسامه رايك؟ ما نفس الكلام، بضم صوت لصوتهم طبعا. عدد الماتشات من 22 ل 11 يعني 18 يوم فيهم 6 مباريات، يعني اقل من 72 ساعه او 3 ايام. والله يا كابتن في ماتش منهم خلينا اقول لك، هو 18 يوم. بص لا لحظه واحده، في مثلا انت بتلعب سان داونز، وخلي بالك انا بتكلم كمان على ايه، انك بتلعب في بطوله قويه جدا، بتلعب خصم قوي جدا، ده يوم 26 حلو، انت بتخلص الماتش بالليل 27 28 ماشي، 1 مارس تلعب ماتش مع فاركو في الدوري العام في اسكندريه، سفر يعني. ما مش هينفع طبعا، سفر قبلها بيوم. خلاص، ما خلاص يا ايمن، ما انا قلت لك 18 يوم من 22 ل 11 18 يوم فيهم 6 مباريات، يعني تقريبا بتلعب المباراه ويومين وتلعب اليوم الثالث بتلعب ماتش، 6 ماتشات. الكلام ده كتير جدا، وخاصه كمان فيهم سفريات خارج مصر، فمش منطقي. على الاقل مباراتين من دولت لازم يتفرغوا، يعني 18 يوم يبقوا 4 ماتشات بس، لكن مش 6 يبقى كتير قوي، لان زي ما كل الكباتن اتكلموا، المشكله كمان انك انت قوامك المنتخب اصلا اهلي زمالك بيراميدز، تلت محترفين بالظبط، والتلتين اهلي وزمالك وبيراميدز، وواحد ولا اتنين من كل بقيه انديه مصر، فهي العمليه هتبقى صعبه، لانه كمان ممكن اللعيبه تبقى مؤثره مع المنتخب لا قدر الله تتصاب. طبيعي ان انا هلعب مضغوط كل 3 ايام ماتش، وانا مطالب ان انا اكسب البطوله الافريقيه، ومطالب اخد الدوري العام، وهكذا برضو الزمالك وهكذا الانديه الاخرى، مش بنتكلم عن النادي الاهلي بس، اللي هم مشاركين في بطوله الابطال الدوري او الكونفدراليه. فهيبقى ضغط كبير قوي على اللعيبه اللي هي بتمثل تلتين تقريبا القوام بتاع المنتخب، لان احنا قلنا التلت محترفين تقريبا، يعني 30% تقريبا محترفين، 5-6 من المنتخب. فهي الست ماتشات 18 يوم صعب جدا. الحاجه الثانيه بقى، انت لو ما قدرتش تفرغ الماتشين دولت، انت بقى كمستر موسيماني او اي بقى حد ماسك مدير فني الانديه الاخرى اللي احنا بنقول عليها مضغوطه بنفس الضغط بتاع النادي الاهلي ده، لابد يبقى زمالك وبيراميدز نفس التوقيت. لابد انك انت تريح لعيبه كتير غصب عنك، بالذات في ماتشات الدوري طبعا، غصب عنك مش بمزاجك. ايوه، احنا لسه بنتكلم على حمدي فتحي والسوليه ومحمد عبد المنعم اللي هم لعبوا في بطوله الامم ثم كاس العالم ثم جم دلوقتي بيلعبوا النهارده، وضع عليهم طب ما يخشوا بقى في الماتشات دي، لو ما ريحوش مش هيقدروا يوصلوا اصلا، لا مع منتخب ولا مش مع منتخب. ده ممكن كمان كل ما الواحد بيتعب بدنيا بتاثر على ذهنه وبتاثر على الاصابه طبعا، لانك انت طالما مش مرتاح، جسمك مش مرتاح، معرض للاصابه اكتر من اي حد، يعني طالما انت مش مرتاح فالجسم معرض للاصابه. فهي طبعا مشكله كبيره ولازم يبقى ليها حل. زي ما قلت لك، على الاقل ال 18 يوم ماشي 4 مباريات، لكن مش 6 مباريات، يعني لازم افرغ ماتشين على الاقل من دولت عشان اللعيبه تبقى مرتاحه، ده طبيعي يعني. كابتن بلال، يمكن انت قلت المعسكر، وانا قلت لك ان المعسكر هتعمل بعد يوم 8، لان اخر حاجه في الدوري يوم 8، وبعد كده مستر كروش طالب معسكر للعيبه المنتخب. طيب، اولا الفتره اللي جايه ديت ما فيهاش اختبارات، ما فيهاش اكتشافات، انت هتلعب بنفس المجموعه اللي انت نهيت بيها الماتش السنغال، كويس؟ مع العناصر المحترفه اللي هي هتيجي دي من بره.
فانت دلوقتي عامل معسكر موقف الدوري من بعد يوم 8 علشان خاطر خلينا نقول بصراحه يعني مهند لاشين وعمر كمال. بص يا كابتن، هو مش معنى ده ان هو صح، يعني ان هو صح، انا بقول لك افكاره يعني أيوة. بالك انا بقول الفكر اللي بيفكر فيه ان هو عامل معسكر من يوم 8 ليوم 24. ايوه تمام، علشان خاطر ممكن يعني هو الماتشين خلي بالك 24 و29 و29 بس السنغال بدل 28 بقى 29 ترحل اليوم يعني مش كتير يعني أي. لكن انا بقول لك الفكر بتاعه ان هو عايز يعمل ماتشات، عنده لعيبه جديده بيحاول يشوف يحط يجرب يقول للناس يا جماعه انا بعمل ببني فريق جديد لمنتخب مصر، فريق جديد يبني بعد ماتش السنغال. كابتن انت اديك الافكار 25 29 ماتش اديك الافكار بتاعته يعني تمام. هو اكيد اصل مش ممكن يكون عامل معسكر وانت بتلعب النهارده بتلعب نعدد اللعيبه. انت النهارده مين؟ احمد عجاز مش هيلعب، مش موجود، مش كده صح؟ فانت النهارده عندك اثنين سنتر باكس والاثنين الباكين موجودين في الدوري المحلي المصري ماشي، وبيلعبوا في بطوله افريقيا والدوري العام المصري تمام. الاثنين في نص ملعب لا هنقول انت عندك عمر كمال في فيوتشر، فده ممكن يبقى المعسكر محطوط عمر كمال. انا هقول لك الاسماء اللي لعبت البطوله الافريقيه ماشي. عمر كمال، عبد الواحد، ايوه، فتوح زمالك، عبد المنعم، منعم اهلي، دي كلها من الدوري المصري. ماشي مظبوط، من الدوري المصري. انت بتتكلم على الدوري المصري، لعبه في البطوله، لعبه في الدوري المصري. ايمن اشرف النهارده الونش، دول الاثنين السنتر باكس الموجودين. انت عندك النني في نص ملعب وبيلعب وجنبي حمدي والسلية برضه لعيبه في الدوري المصري. فانت معظم اللعيبه، اصل انت كابتن بتقول ايه اللعيبه، لا اللعيبه اللي موجوده هي اللعيبه معظمها بيلعب في الدوري المصري باستثناء صلاح والنني ومرموش وتريزيجيه مصطفى. اربع لعيبه تقريبا يعني او خمس لعيبه، نص الفرقه تقريبا يعني. انا كابتن الفكره بس كلها، هل الاعداد او الوقت اللي عايز ياخده مستر كروش هيفيد فعلا لعيبه المنتخب فنيا وبدنيا؟ هيفيدهم يعني لما تاخد نص اللعيبه تشتغل بيهم والنص الثاني موجودين في اوروبا، هل انت كده هتقدر تستفيد بشكل كبير؟ يعني دي هي الفكره اللي انت بتشتغل عليها. يعني انا النهارده مش تقدر طبعا تجيب اللعيبه بتاعت اوروبا من يوم 8، لا، خاصه يا بلال زي ما ايمن قال، انت داخل على ماتشين السنغال دولت يعني ايه فاصلين، مش ممكن هم يتبتدي اضيف لعيبه خلاص كابتن، يتوقف عليهم وعادك انت ككروش نفسه يعني فهم. بالظبط يعني هو يتوقف على الماتشين دول وعادك انت. لا وانا اتكلم على ايه كمان يا بلال، انت وصلت نهائي امم افريقيا، يعني وصلت لمرحله كبيره جدا مستر كروش، كبيره جدا. طبعا. عشان انا اضيف حد على ال11 دولت مش وقت ماتشين السنغال صعب يعني طبعاً. صعب جدا إيه ممكن صعب. انا عايز لا اضيف حد ثاني، محتاج باك رايت ومحتاج كابتن ما هو واحد في نص الملعب ديفندر. محتاج عوامل كتير قوي شفناها. فرقتك يا كابتن شريف، فرقتك حرب. أيوة يا كابتن شريف، انت محتاج 3 4 جداد او 5 كابتن شريف. خد بالك برضه يا كابتن اسامه، انت بتنهيكم كمان. انت محتاجه ده. انت النهارده بص، النهارده ايمن اشرف ما لعبش النهارده. لو ما كملش ال 3 4 ماتشات اللي جايين دول، والونش لو في اي اصابه او في اي حاجه، هيبقى عندك مشكله في حته السنتر باك. لان حجازي مش موجود. صحيح. عمر كمال عبد الواحد ده الرايت باك الوحيد. مظبوط. لما ما كانش موجود، هل انت ممكن تستعين برضه ب محمد هاني؟ محمد هاني هيبقى موجود ان شاء الله. ما هو ما اختارش هاني يا كابتن، مش من اختيارات. بعد كده مش من ضمن الاسماء المرشحه. خلي بالك انت بتتكلم على معسكر يا كابتن، هاني هيكون متواجد مع النادي الاهلي لسه. ما انا فاهم. فمش هيخش معسكر. دي الحته اللي بيتكلم فيها. انت عندك ليه الازدواجيه انه هيكون هنا؟ عندك برضه عندك مشكله برضه في الاختيارات، اللعيبه اللي موجوده، انت كل اللعيب ملوش بديل في مكانه. اللعيبه اللي موجوده ما لهمش بديل. بس يا بلال انا بتكلم في ايه؟ بص يا بلال انا بتكلم في ايه؟ انت داخل على ماتشين، انت شفت مستوى السنغال عامل ازاي؟ انا كمدير فني طالما وصلت 95% او 99% من الشكل، هو مش هيغير على الشكل ده. بالظبط، مش هقلب بقى خلاص. الاضافه عشان انا اضيف على ماتشين سهل لعاج حد جديد، يعني عارف انت كانك بتدور يعني كومه في قش، يعني قصدي اسمها ايه؟ استحاله ابره في كومه قش. لكن بعد لو ان شاء الله يا رب ان شاء الله نوصل كاس عالم، يبقى عندك فتره طويله بقى هتبتدي تجرب. لكن هضيف ناس صح يعني في حدود ده. حتى لو لقيت الابره اللي انت بتدور عليها دي، وانت هتلاقي الابره دي هتلعبه ماتشين مصريين. استحاله. انت هتجيب واحد من الدوري، هتجيب واحد من دوري محلي. استحاله. وتعمله معسكر وتضيفه على فرقه بتلعب مباراتين كاس عالم. اقول لك حاجه يا كابتن علاء، كابتن هو مش في مطالبات دلوقتي ان عبد القادر يروح المنتخب؟
مش في مطالبات بتقول كده؟ مظبوط. الناس في الشارع بتطالب ان عبد الله المنتخب. مظبوط. هيبقى بالنسبه له اضافه ولا مش اضافه؟ ايوه ما هو في النادي الاهلي. انا بتكلم على المعسكر يا جماعه. معسكر. انا بتكلم على المعسكر. ما هو احمد عبد الله هيكمل مع الاهلي لحد يوم 18. انا فاهم يا كابتن، انا فاهم، بس انا بكلمك ان انت يعني في لعيبه ممكن تبقى يعني 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 في عين الراجل انا ما خدتهاش في افريقيا فعندي البديل. يعني انا النهارده مثلا ممكن لما تيجي تسالني على لعيبه المنتخب اقول لك مرموش، انا بالنسبه لي ما اضافش جديد. هل وجوده من عدم وجوده يعني يفرق مع المنتخب؟ حقيقي. بس ممكن ما يلعبش. صح يا كابتن؟ لكنه لكن اداؤه بالنسبه لي انا غير مقنع على الاطلاق في في بطوله افريقيا. بص يا بلال، انت مثلا بتتكلم عن مرموش، فعلا هو في البطوله اللي فاتت ما عملش اضافه، يعني مرموش المفروض مستوى اعلى من كده. لكن انت مثلا في مكان مرموش انت خلاص اوريدي جربت، عندك تريزيجيه ورمضان صبحي وزيزو ممكن يلعب في المكان ده اللي هم كانوا ثلاثه معاك. انا مش هفكر دلوقتي في واحد خامس، هفكر العبه ماتش السنغال ودول عندي خاصه خلينا بس منطقيين، معظم اللعيبه اللي هتقدر تلعب دولي اللي هم بيلعبوا في افريقيا وكده هم في الاهلي والزمالك وبيراميدز. ده اللي قصدي يعني عليه. وهم لغايه يوم 18 محجوزين. محجوزين يعني. هي دي النقطه بس. انا بتكلم يعني انت بتعمل معسكر. خلينا بقى الصراحه يعني لمهند لشيد وعمر كمال، تعالوا نروح. لكن ايمن لكن ماشي، هو حقه انه يعمل يعني حقه انه ياخد الفرصه لان ماتشين مهمين. لكن احنا بنتكلم بس اللي انت هتعملها معسكر الفايده بتاعتها. صح كابتن، انت بتتكلم فايده صح. لكن انت بتتكلم برضه كمدير فني، انت ما تقدرش تلومه. لا لا طبعا ما تقدرش تلومه. لا طبعا انت لو لومت دلوقتي يقول لك ان انت ضد مصلحه المنتخب. لا لا طبعا. لا مش هلومه يعني. لو قلت له انت بتعمل ليه وما بتعملش ليه، لا 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 هلومه، ولكن السؤال لمين؟ تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد مره ثانيه ولقاء مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي. مستمر معاك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اكيد في هذه اللحظات يكون معنا طبعا طبيب النادي الاهلي ورئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله. نطمن على طبعا الالتحامات الكبيره والاصابات النهارده اللي ما كناش بنعمل النهارده نشوف هذا الامر. طمنا يا دكتور النهارده، بنقول هارد لك اكيد للنادي الاهلي، لكن عايزين نطمن بشكل عام النهارده على الالتحامات الاصابات منعم السوليه اللعيبه ايه النظام النهارده؟ يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله على النتيجه والحمد لله على الاداء والحمد لله على الاصابات اللي كانت موجوده. طبعا المباراه كانت قويه، كان في بعض الالتحامات الشديده وديت نتج عنها بعض الكدمات الشديده اللي احنا عانينا منها في الشوط الاول. كان في كدمه شديده لطاهر، دي كانت في الشوط الاول، كانت فوق العين، عملت زي تجمع دموي وكده فوق العين، انما يعني ربطنا له بحيث ان التورم ما يزيدش فيقدر يكمل مشاركه في المباراه والحمد لله كمل يعني. منعم بقى اللي كان حصل الالتحام الشديد بالراس، يعني عمل دوخه شديده جدا في وقتها. بنعمل طبعا اسسمنت في الملعب بحيث ان احنا نطمن على الحاجات اللي هي حاجه اسمها الشورت تيرم ميموري، الذاكره المؤقته والتوازن والحاجات ديت، نطمن ان هو مش ارتجاج او مش اشتباه ارتجاج في المخ. الحمد لله الحاجات بتاعته كلها كانت مطمئنه. كانت الدوخه شديده جدا لغايه لما خرج لاوضه اللبس. اموره الان دلوقتي مستقره جدا، هيفضل معانا تحت عينينا تحت الملاحظه، في بعض الاعراض بنتابعها لغايه لما نوصل القاهره ان شاء الله باذن الله. متوقع الوصول هيكون على الساعه 11 ونص 12، هتكون مده كافيه ان احنا نطمن عليه. لو في حاجه قلقانه او حاجه يعني احنا لسه مش مطمئنين ليها قوي، احتمال نعمل له بعض الفحوصات بعد ما نوصل القاهره ان شاء الله باذن الله. انما عموما اموره الحمد لله مطمئنه حتى الان يعني. عفوا، شكرا. ربنا يشكر اكيد طبعا رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله طبعا على هذه التصريحات، وبنتمنى ان شاء الله ربنا يبعد كل الاصابات الحقيقه عن نجوم النادي الاهلي، لان لسه عندنا مشوار طويل يا كابتن ايمن. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لكل النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضاء النادي الاهلي. طيب سمعنا كلام الدكتور احمد ابو عبله، طبعا اتكلم على الاصابات والاجهاد والمباريات اللي ورا بعض. جالنا كمان اثناء الفاصل مكالمه تليفونيه من الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، وقال ان مفيش معسكر للمنتخب او لعيبه المنتخب المحليين اللي هم موجودين هنا من يوم 8. لا مفيش، يبقى خلاص اللي احنا كنا بنتكلم فيه دوا مش هنقول ملغي ولكن اتلغى. توافق مع كلام عامر حسين رئيس لجنه المسابقات؟ لا ايمن، يعني الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي انا وشريف وعلاء مظبوط انه ما كانش ليه. بس انا بتكلم ولكن ضغط المباريات حصل هو فاركو انا اللي لغيت المعسكر. ايه صن داونز وفاركو دول ورا بعض يومين. يومين دي صعبه شويه. هاتوا لنا الحاج عامر. لا لا طيب هاتوا لي الحاج. طيب لو في بعض الحالات ممكن بالنسبه للمباراه برضو
نتكلم عنها شويه، لان كابتن شريف كنتوا بتتكلموا على الاجهاد البدني والاجهاد الذهني كويس، اهي بعض الحالات يعني دي هجمه للنادي الاهلي وضغط ضغط علينا دي ولا احنا لا ده لينا احنا وضغط الهلال للسودان يعني بس احنا بادئين الهجمه من تحت. هو واضح دايما ان الهلال السوداني احنا بنحضر الهلال السوداني يعني متكيف على هذه الاجواء والجو ده والكلام ده مناسب ليهم تماما. احنا من الاخر كده الجو ده مش مناسب لينا احنا في الظروف اللي احنا فيها، وجايين احنا من اجواء غير الاجواء دي كابتن خالص. ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل المباراه، ان زي ما الكابتن علاء قال ايه، ان الهلال بيضغط بس ضغط عشوائي. يعني بص هو بيضغط مثلا فين، بص مساحه دي يا كابتن علاء وكابتن شريف موجوده هو الهلال هقول لك على حاجه ما استغلناهاش، الهلال مش مصدق الوضع اللي هو كان فيه النهارده. انا بقولها لك كده لانه عارف ان كيان النادي الاهلي في التنفيذ داخل الملعب اكبر من كده، وهو شاهد على مباريات الاهلي اللي فاتت كلها. يعني لما يبقى الاهلي بيلعب قدام المكسيك وقدام برازيل وقدام بطل اسيا بهذا الشكل وهذا الاستحواذ وهذا الوجود، والنهارده يشوف هذا الشكل، اذا في عامل عشان نخلص الموضوع بقى من الشكل الضغط وشكل نقل الكوره والكرات اللي اتقطعت كتير ميز باص الشكل اللي احنا فيه ده، وان الهلال تنفس الصعداء ان هو لعيبه النادي الاهلي مش في حالتها النهارده خالص بسبب الجو وبسبب الارض وبسبب حاجات كتير جدا كانت قبل المباراه واثناء المباراه. فلهذا الشكل اللي انت شايفه ده يا كابتن ايمن، غير كده احنا مش احنا النهارده، مش ولا انا مش انا مزبوط. انا مش انا النهارده النهارده استلام الكوره والتفكير فيها والاستيعاب فيها، بنحاول حتى اللعيبه لما بيبقى في عليهم ضغط بيحاولوا يستخلصوا الكره بهدوء عشان ما يغلطوش. الكره هدف. بص يا كابتن ايوه هاتهالي من الاول بعد اذنك، هاتهالي من الاول عشان قفشه فين يا علاء، عشان انا علقت عليها. انا سبت الكره دي علاء وبصيت على بص يا كابتن، بص يا كابتن علاء استلم منين يا علاء؟ كمل نكمل فوتها وفوت الراجل ده وبعد البعض. بس انا عندي تعليق في الموضوع ده. طيب ماشي نكمل كمان نكمل كلام لحد ما نثبت لما يكون قدامه راسين حرب. بص بقى هنا يا كابتن، بص تحرك لما اتحرك تحرك اللعيب اللي قدامك زميلك. لا كابتن لا كابتن مش مش, لا مش, مش انا مش عايز قفشه ناحيتي. أيوة انا عايز شريف يفتح الناحيه دي. هو اللي بالظبط كده، وهناك مين الناحيه الثانيه؟ انا مش شايف مين الناحيه الثانيه. ده يفتح الناحيه دي حتى يدي فرصه يتباصي واحد على واحد. ده ممكن ده يجي يروح على واحد. ايوه بالظبط ايمن ماشي. في خطا طبعا، خلينا الكره دي برده لحظه معلش خليها بس. في خطا طبعا من التحرك زي ما انتوا بتقولوا للمهاجمين دي كرة بس ماشي ماشي، بس خلينا برده منطقيين في الكلام. ده في الشحات اللي كان ثانيه واحده منطقيين في ايه؟ ان ديانج عامه عنده مشكله ودي من اقل الحاجات اللي عنده. اللمسه الاخيره لما بيطلع بالكوره من نص الملعب لقدام ما بيبقاش عنده رؤيه واضحه تملي بيصطدم في المدافعين. هي دي ماشي، انا ما بقولش ان التحرك كان المفروض يبقى افضل من كده، بس هي دي عند ديانج اللي هو لما بينطلق بالكوره من قدام. في ناس يا ايمن لما بيلعب من تحت رؤيته بتبقى احسن صح. لما بيطلع في المناطق اللي قدام ما عندوش الحلول عنده دي مشكله شويه. بس يا كابتن اسامه انا اتفق معاك، بس لما تلاقي يبقى زميلك كده انت تسهله بقى اللعب بالظبط، تسهلها له يعني تسهلها عليه. انا عارف ان ديانج واحد لواحد ممكن ما يروحش. لا هو مش كده يا بلال، مش هي تسهل وما تسهلش، انا اعمل حاجات طبيعي اللي مظبوط. انا كراس حربة ايوه اسامه، وواحد جاي عليا بالكوره اي حد بقى يا بلال بفتح له. انت وانت بتلعب مثلا اي حد جاي بالكوره اسامه علاء او شريف انت بتعمل ايه؟ طبيعي بتحرك. طبيعي ده التحرك مظبوط صح. ده يعني صح. انا بشتغل التحرك الطبيعي بتاع انا واسامه. لا انا على فكره بتفهم معاك الموضوع ده وكل حاجه، لكن ديانج عنده دي شويه لكن انا عشان بس انا ما لومش عليه في الكوره. لا لا طبعا المهاجمين انا مش حكايه اساعده اسامه، هي مش مساعده، انا مش يعني مش بطلب ان انا اساعده. لا 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 انا بعمل الحاجه بتاعتي في المكان ده بالظبط، وظيفتي في المكان ده بعمل ايه. وحد جاب الكره واحد بيفتح كده طبيعي كده. وبعدين معلش ممكن تجيبوا لنا الصوره مره ثانيه بعد اذنكم، بس معلش عايز اعلق على حاجه في الصوره برضو يا كابتن علاء. لو احنا كنا بنتكلم على ماشي نكمل موضوع ديانج، نكمل لحد الاخر اللحظه الاخيره اللي هو هيلعب فيها كره لزمايله. هاتها لقطه لقطه بقى بس هنا كده. بص يا كابتن معلش احيانا بص ده كده 3 على 3 كويس. احيانا انت بتبقى مجهد وتعبان جدا، ولكن تحرك منك ممكن يديلك الجيم. ما هي كابتن ممكن يديلك الماتش. بص كابتن علاء الحاجه مؤذيه كابتن، كابتن علاء حاجه مهمه جدا قال لك التحرك الطبيعي. كابتن ما هو كده، ما هو محمد شريف برضه اتحرك. أيوه. هو بس اتحرك غلط بس ايوه بالظبط هو كده اتحرك برضه.
بالظبط. هو الطبيعي بص اصل انت عايز تجيب قفشه ان حد يجري هنا صعب. لا مش عايز كده. لا انا عايز شريف هو بيحرك قفشه وقت على لان ديانج اسرع بالكوره من قفشه هيبقى صعب جدا عليه. يعني هو خد خطوتين بس في ال 43 متر اللي جريهم ديانج قفشه خد خطوتين بس. يعني ارجع كده لو رجعت لي بالكره من الاول شوف استلم فين وشوف قفشه واقف فين. لا انا سيبني دلوقتي من قفشه. بص قفشه واقف وحرك لي شريف شويه يمين. قفشه واقف فين بعد ديانج يعني لو هو خد خطوتين بس. بص بقى سرعات هيفتح له المساحه اللي بلال نفسه فيها. لا بص سرعات ديانج. ديانج سبق قفشه بالكوره كمل كده ستارت اهو. لو شريف بقى لا لو شريف هو اللي جه هنا شويه هيجي معاه المدافع ممكن. لا لا ممكن. لا لا لازم قفشه كان هو اللي واكب هذه. ما هو لحظه واحده بس ممكن ديانج يروح واحد ضد واحد او يلعبها بعد 43 او يلعبها لشريف. لا ده هو يلعبها الحل الوحيد. علاء الحل الوحيد 1 2. بص يا بص الحل الوحيد 1 2. بص يا لا مش خليك ثانيه واحده ماشي اوكي. هو حتى اللي هو التحرك ده لا انا عايز اللقطه اللي قبلها. لو لعب الكره شريف بص وضع شريف ووضع المدافع بالظبط. بص شريف وشه بص المدافع عامل ازاي. طبيعي ان شريف لو اتعملت هبقى هو الاسرع دايما بوش اسرع من اللي لسه هيلف ويجري. لكن هو انا متفق مع اسامه تاخير ديانج اللي خلى ديانج اتاخر اللي هما التحرك نفسه طبعا. اللي انا بقول لك الطبيعي طبعا الطبيعي لازم تعمله. حد جايب الكوره بالمنظر ده يعني ثلاثة انا بعتبر ثلاثة على ثلاثة مظبوط. دي كره هدف مظبوط يا كابتن. هي كره هدف من اول ما اتقطعت من هناك صح. زي ما بقول لك انا في ستة من الهلال خلاص بره اللعبه صح. فكل الجري اللي جري ديانج ده دي كره هدف طبعا. يتحرك شريف وديانج لازم التوقيت نفسه التوقيت نفسه بقى لازم صح. لكن لو اتعمل صح بالتحرك بتاع شريف ده طبعا. اكيد هدف. انا ايمن متفق معاك وعلاء شرحها 10 على 10 بس أي. انا بقول لك عامه دي من القصور اللي عند ديانج. لما بياخد الكوره وبيجري بتحس انه مش مرتب صحيح. ده لازم المهاجمين يتحركوا له بس هو تملي عنده جزئيه انه بيروح ويصطدم مش مره واحده يعني تملي متكرره معاه يعني دي عايزه امكانيات اسامه يعني مثلا بص اخر لمسه محمد مجدي بص عن ديانج محمد مجدي عنده لمسه اخيره 80% مضمونه عند ديانج. انا بتفق مع اسامه دي دايما عنده مش اللمسه وحشه التوقيت نفسه انا المشكله الاختيار وتوقيت يا بلال لازم التوقيت التايمنج صح ان هي تلعب لراس حربة او اي حد. لكن مثلا محمد مجدي الحته دي عنده امتياز كويس. لكن مثلا ما تقول مثلا مجهود ومجهود لا ديانج لا طبعا خالص. طبعا هي امكانيات لعيب بس هي في الاخر وكل واحد ليه ميزه. المهم انت ازاي تستخدم ميزه اللعيب بتاعك ده مظبوط. ازاي تستغل امكانيات زميلك بالظبط صحيح. طب معانا لعبه ثانيه بتاعت قفشه وحسين الشحات. طيب يا كابتن اسامه كوره اللونج باس من قفشه لحسين الشحات كمل نكمل الكوره طبعا اتلعبت حلوه قوي وبرده 3 على 2 موقف حلو. لا قبل الصوره دي اللي هي الاولانيه ايوه لا لا اللي بعديها أيوة. بقى لما استلم وثبت الكره عند الشحات لان هنتكلم عن حلول افضل من افضل من دي بس كده ثانيه واحده دي كره جول برضه ايوه زي نفس اللي علاء قاله في اللقطه اللي لا لا بص دولت بوشوم وبص أيوة شريف كابتن مظبوط لو هو عمل كده وعملها على الارض انا بقول لك ما تخشش جوه تاني لا ما خلاص مش جوه شريف مواجه على الارض شريف مواجه يروح يجيب جول يعني لمسه وان تاتش شريف مواجه والثلاث مدافعين بيجروا بشوم يعني شريف اقرب لانه يعني شايف الكره دي يا كابتن بلال مجرد ان دي كره هدف برضه هو ايه اللي دخل حسين الشحات جوه تاني يعني زحمت يا زحمت كمان زحمت كده خلاص ارتد بسرعه كابتن ما هو الاولانيه جول. كان يبقى التفكير فيها اسرع جول على الارض هتهلنا تاني بعد اذنك وحسين الشحات بيستلمها خلاص اول استلام أيوة. على الارض لشريف خلاص بس كده اول ما طبعا خلاص بس هو عامل لك سهم ان انا خلي بالك كمان ممكن استلمها قدامي ايوه يعني ممكن استلم الكوره مدافع بعيد قوي يا ايمن كمان بالظبط وشريف رايح بوشه تتعمل جول ادي كره تهدف هو, هو 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 لما الشحات استلمها هل استلمها والكره حطها تحت رجله ولا استلمها وفتحت منه وتلوت بس لو فتحت منه هيلعبها بالعرض استلمها وحشه كده لو استلمها وقفت تحت رجله كده سهله قوي انما كان هو استلمها وفتحت الكوره منه معلش يا كابتن انا عايز اقول لك حاجه طب احيانا انت كمهاجم وكره جايه لك طب لازم وشايف وعندك رؤيه بتشوف انت الوضع الطبيعي او الوضع الاخطر بالنسبه لك تستلمها ازاي صح. هل هستلمها على جوه هل هستلمها على بره في حته فاضيه أيوة صح. هل شايف زميلك صح. انت بتاخد القرار الكره جايه لك تحضير
الكره ما تجيلك انت تحضير. انت من... اه طب فاكر الكره هتستلم على الجول ولا هتستلم على بره ولا الكره؟ فاكر الكره اللي قلناها على قفشه اللي هي كان شايف علي معلول الناحيه الثانيه؟ ايوه الماتش اللي فات. الماتش اللي فات ولا في كاس العالم للانديه؟ أيوة اللي عملها مره هو واحدة. كان اوت من ايمن وهو شايفه. أيوة. ماتش مونتيري كان ماتش مونتيري محضر نفسه. أيوة. ماتش مونتيري على طول نفس الشيء. ماتش مونتيري ده الجول اعتقد ده كان الجول. كان الجول اللي ثبت في الاخر دبل باص و... ومحمد هاني. ده طبعا ما هو بص يا كابتن مراد ايه التحضير هو التحضير بس بالزبط. يعني برضو عايز اقول لك كابتن ما هدي كوره اهي فيها لونج باص وفيها سبرنت من قفشه وفيها سبرنت من محمد شريف. يعني قصدي اقول نرجع لمجرى لو انت بتحضر كويس. أيوة. هتتغلب على المجهود على التعب البدني بتاعك لو انت بتحضر كويس قوي. يعني كره زي دي لو شحات وقفها كويس عملها بالعرض جول سهل جدا سلس ما فيهوش اي حاجه خالص. هي بس فكره من مجدي قفشه ان هو يبص بشكل كويس فيتحرك حسين الشحات في المساحه الفاضيه اللي اتكلمنا عليها ان من ورا الاثنين الباكات عندهم مشاكل كتيره جدا في الحته دي كتيره جدا مساحات فاضيه كتير قوي. لو بتتحرك كويس وبتلعب والتايمنج بتاع الباص بتاعك مظبوط تقدر تستغل الحاجات دي بشكل كويس. اصل احنا كمان ليه بنقول كده كابتن شريف؟ يعني احنا بنقول ان لعيبه النادي الاهلي ما كانوش في حالتهم النهارده، ولكن احنا جبنا كورتين هدفين بهدفين. صح؟ يعني الكورتين دول اللي كسبوك ماتش. صح. قالوا لك انت حالتك انت البدنيه لا دي بص يا كابتن شريف ما هو ده استلامها. بص هقول لك الكوره دي انا وهي جايه هعملها قدامي واعملها وان تاتش. لا لا انا هعملها وهي نازله ببطن رجلي هتعدي كروس كده للراجل اللي جايب وشه كويس. ده على حسب ظروفه بقى هو والكره تاني هدف برضه تفكيره ازاي في استلام او تفكيره هو يملك حته انه يوقف ويرقص ويخش ويعمل خلاص الناس اتلمت حواليه كابتن انا وتقطعت منه وطولت سنه وارضيه الملعب مش مزعجاه. انا ممكن اكون مش في حالتي اضطر يعمل كابتن انا هو ما عملش كده علشان يوقف اضطر يعمل كده التوقيف الاستلام. احنا دايما بنقول يا كابتن شريف حتى بنيجي نوصل لك الاستلام اهم حاجه طبعا. استلام مثلا اقول لك استلام نص الهدف النهارده الاستلام لو انت طبعا معاك على فكره تلعب لمسه واحده جول انا معاك على حسب هو لكن هي الاستلام خلاص الموضوع انتهى تماما. استلام لمحمد شريف انفراد لوحده خالص هو 80% من لعبه كره القدم تسليم وتسلم. انا بستلم ازاي وبسلمك ازاي ايوه هو ده اللي احنا النهارده كلنا قاعدين نقول دايما النادي الاهلي كل ما قل الميز باص عنده كل ما كان ليه الوجود الاحسن طبعا. كل ما كان ليه الوجود الاخطر ومع السرعات بقى مع التحركات اللي احنا بنتمناها. وبعدين هقول لك على حاجه بقى معلش ما تطلبليش بقى من لعيب ما بيلعبش كل يوم ان انت تيجي تاخده 100% فورمه. لعيب بقى له فتره ما بيلعبش وقاعد وزعلان انه ما بيلعبش كابتن انا مش عايزه استنى بس ايمن ومنتخب مصر قاعد ما لعبش منتخب مصر ولعيب تاني اساسي لا نفسه وبعدين في الجو اللي احنا شفناه ده كله كل لعيب برضو بيبقى عنده ايه اعذاره. بص احنا لازم نعذر نفسيات اللعيبه دي شويه ساعات برضو هم مش بلاستيك يعني هم بني ادمين برضو فساعات ما بتبقاش يعني عشان يرجع لازم يكسرها ازاي ايمن بهدف ايوه كابتن ياخد الثقه فيه يرجع تاني يبقى موجود باسمه وحالته البدنيه وحالته بص كان في ضغط برضه من لعيبه الاهلي في بدايه المباراه اتقطعت كمان ولكن وكره اتقطعت كمان. لا انت عندك ديانج النهارده عامل لك ربط للعيبه كلها بس اللعيبه كلها النهارده الحقيقه مش في حالتها بس اللي انا عايز اقوله في النهايه ان انت يعني هنا برضه ضغط عالي جدا من لعيبه النادي الاهلي والكره اتقطعت ده طبيعي على فكره انك انت تضغط وانت اللي تروح وانت اللي يكون ليك الامكانيه. اللي عايز اقوله في النهايه ان انت ممكن تكون مش في حالتك ولكن بيجي لك بعض الفرص ممكن تستغل منها اخطاء الخصم واستغل منها مهاره اللعيبه اللي عندك امكانيات اللعيبه اللي عندك وتقدر تكسب بيها. يعني احنا معظم الناس النهارده شافت ان الاداء ما كانش على المستوى المأمول او المستوى اللي كنا متوقعينه انما كان ممكن بفرصه او فرصتين يكسبوك ماتش زي ماتش النهارده وتطلع كسبان الماتش. احنا بنتكلم على بعض الاخطاء او بعض التفاصيل الصغيره اللي كانت ممكن تكسب النادي الاهلي ماتش النهارده بس احنا بنتكلم على بعض الاخطاء او بعض التفاصيل الصغيره اللي انا بقول لحضرتكم عليها علشان الفتره اللي جايه باذن الله. يعني مش نقد ولكن عشان نستفيد من اخطاء. ايمن في مباريات كده ايه تكسب ولا تلعب طبعا يا كابتن ده النهارده يعني النهارده كنت في حالتك ممكن بس ممكن تكسب الماتش فرصتين النهارده لو فيهم بس تركيز كويس بالزبط. هتكسب المباراه انت ما لعبتش كويس بس انا كسبت المباراه بالظبط وحصلت كتير معاك كتير طبعا يعني صحيح. عموما خلصنا كلامنا هنطلع لفاصل ومن بعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس ارجوكم انتظرونا.